بالبداية فقط نبذة عن الأدابتيف جيو إنرجي ريسيرش سنتر اللي هو يدير هذه النشاطات بالتوافق مع جمعية مهندسين النفط العالمية في البصرة SPE Basra Section. أنا محدثكم واثق المظفر، دكتوراه هندسة نفط، مكان خصوصا Reservoir Characterization Geostatistics من جامعة ولاية لويزيانا. بكالوريوس وماجستير هندسة نفط جامعة بغداد الأعوام 2002-2006، دكتوراه هندسة نفط عام 2016. كذلك يوجد ماينر PhD في Applied Statistics و Geology، بوست دكتورال ريسيرشر في موضوع Reservoir Characterization, Reservoir Simulation and EOR Modeling. زين، بعدين فيزيتنج سكولر على موضوع الانكونفشنال ريزرفر سيموليشن في جامعه تكساس اوستن. الاي جي ار سي هو نون بروفيت اورجنايزيشن يتبع في العراق الى اكاديميه العراق للطاقه اللي مقرها في بغداد، تاسس طبعا في شهر الخامس 2018. الهدف من عنده بروفايد هاي كواليتي Training Consulting Services في مجمل مواضيع هندسة النفط، وبالأخص المواضيع المتعلقة بالReservoir Characterization, Geomodeling, Reservoir Engineering and Reservoir Simulation. التيمز مالته أكثر شيء هم بالعراق، إضافة إلى بعض أعضاء التيم موجودين في أمريكا، سواء من العراقيين اللي تخرجوا من أمريكا أو من الأمريكان أنفسهم. المين هيد كوارتر موجوده هنا في البصره، هسه راح نجي عليها. زين، هذا هو الموقع الالكتروني adaptivegeoenergy.com، الايميل الرسمي. زين، الموقع مالته الويب سايت هسه مشارك عندكم بال مشارك عندكم السكرين، هذه السكرين. زين، هذا الموقع. بالنسبة للشهادات فقط، ما راح اتناول الموقع كله، فقط على موضوع الشهادات مالتكم بعدين راح يصير ينزل السيريال نمبر، راح يكون في هذا الحقل يعني للتحقق من الشهادة. زين، مثلا اذا ناخذ احد الشهادات، مجرد تخلي سيريال نمبر يطلع اسم المشارك، زين، عنوان الكورس والتاريخ اللي كمل به الكورس. زين، هذا هو العنوان على الجوجل مابس. اوكي، موجود في مناوي باشا اسفل الجسر الايطالي اللي هو ما مفعل على خارطه جوجل لحد الان، اللي هو مكان هنا في هذه المنطقة، يعبر شط العرب إلى التنومة إلى الجهة الأخرى. زين، عفوا دكتور، بالنسبة للشهادة إذا خلينا الرقم التسلسلي في موقع الـ SPE راح تطلع ولا ما تطلع؟ لا، موقع الـ SPE ممكن أنه نضيف، إحنا نفعل السيريال كود على موقع الاس بي اي كذلك، الموقع الاس بي اي بصرة سكشن، لكن دورات الاس بي اي يعني المرخصة من الاس بي اي انترناشونالز تكون غالية جدا، يعني سعر الكورس تقريبا لليوم الواحد 900 دولار، والتي تقدم في مؤتمرات الاي تي سي اي خصوصا انوال تكنيكال كونفرنس اند اكزيبشن. زين، فبالتالي ما مرخص انه يصير الكورس يعني باسم الاس بي اي انترناشونالز حتى يدخل على موقع الاس بي اي انترناشونال. احنا نقدر ندخله، لعله بعض السكشنز يدخل السيريال نمبر على موقع الاس بي اي، لكن هذا الشيء مو صحيح، ولهذا احنا جايين نسويه على موقع الاي جي ار سي. زين، وفي نفس الوقت هي شهاده مصدقه من الاس بي اي بصره سكشن. هاي بالنسبة إلى الشهادة الممنوحة من المركز، أما الشهادة الممنوحة من شلمبرجر، لا، ذيك الشهادة يعني مستقلة في حد ذاتها،
وتكون صادرة من شلمبرجر نفسها. السلام عليكم استاذنا. استاذنا بدون زحمة، كان النت فاصل وهسه فتت اني، اكو شيء فاتني لو بعدنا يعني؟ لا ما فاتك، ما فاتك، هسه راح نبدا فعليا. تمام استاذ، اشكرك. اوكي، هسه فعلنا الريكوردينج. Outline of this lecture about reservoir characterization، راح نتحدث بالبداية عن الريزرفر مانجمنت وما علاقة وما أهمية وما هو رول الريزرفر characterization بالريزرفر مانجمنت. الريزرفر مانجمنت هو الموضوع الأعم الأشمل في اختصاص هندسة النفط وباقي الاختصاصات، يعني الموضوع العام الأشمل في الصناعة النفطية ككل، في حقول النفط والغاز. فبالتالي الريزرفر مانجمنت ضروري أن يكون شرح عليها واضح وتفصيلي حتى المشارك أو حتى كل شخص أو كل أحد يفهم ليش ندرس الريزرفر كاركترايزيشن وشنو أهميته بالريزرفر مانجمنت. زين، بعدين ندخل إلى تعريف الريزرفر كاركترايزيشن وباقي التفاصيل والمعلومات اللي نحتاجها حتى نتم عملية تنفيذ أو conducting the reservoir characterization approach. ما أحب طبعاً واحد يستخدم البوينتر أو يعني القلم يأشر على السلايدز. بعدين نروح إلى reservoir characterization workflow الكلي، شنو الخطوات الأساسية والتفصيلية لإتمام موضوع الريزرفر كاركترايزيشن. زين، واللي هي تبدأ من integration of petrophysics, geophysics، إضافة إلى الجيوموديلينج، وبعدين الريزرفر سيميليشن. بعدين إذا صار مجال، يعني هذا فت optional، فت يعني slides optional عن موضوع scales for reservoir characterization، يعني high resolution heterogeneity. زين، إذا صار مجال إن شاء الله نغطيها لكم لأنه بها معلومات جدا مهمة عن هذا الموضوع. زين. شنو أهداف هذا الكورس؟ الهدف الأول إنه يقول get familiar with the position of reservoir characterization in reservoir simulation or in reservoir management and field development. Understanding the reservoir modeling workflow from construction of the 3D static modeling، يعني نفتهم خطوات بناء الموديل الجيولوجي وتحويله إلى موديل مكمني مرورا بموضوع الأبو سكيلينج. Get familiar with the wireline log records and core measurements، يعني يكون المشارك ملم بمواضيع الwell logging analysis interpretation and interpretations، إضافة إلى الintegration between the well logs and the core measurements في موضوع الreservoir characterization. شلون يصير integration between the two sources of data
في موضوع الريزيفر كاركترايزيشن. Get familiar with the main reservoir characterization parameters. يعني يكون ملم بالبارامترز الرئيسية للreservoir characterization اللي هي الporosity والpermeability والfacials. Get familiar with the various sources of petrophysical data from core, log and seismic. راح تكون بالمحاضرات الثالثة, يعني مو محاضرات الأسبوع الثالث, راح يكون بكلام عن integration of core data analysis اللي هي especially routine core analysis, well logging interpretation and seismic for improved reservoir characterization. Get familiar with the integration of petrophysical data interpretation and integration into the geomodeling and reservoir simulation. طبعا الشيء اللي ما نوهت عليه بالبدايه انه هذه المواضيع المختلفه واللي هي مجموعه في موضوع integrated reservoir characterization, وطبعا السكوب الواسع لها راح يتقدم من قبل اربعه اساتذه. يعني المحاضره الاولى انا اقدمها اليوم, المحاضره الثانيه والثالثه راح يقدمها محمد نور علي اكبر, اندونيسي, هو شخص اندونيسي الجنسيه, يعمل حاليا في شركه مول جروف في هنغاريا, وكذلك طالب دكتوراه في هنغاريا, له باع طويل في هذا المجال في موضوع البتروفيزيكس فور ريزيفر كاركترايزيشن. المحاضرتين في الاسبوع الثالث راح يقدمه دكتور بن مادي ميلاد, دكتوراه هندسه, دكتوراه جيولوجي في جامعه اوكلاهوما, بكالوريوس ماجستير هندسه نفط من جامعه اوكلاهوما في الولايات المتحده, حاليا بوست دكتوراه في هذه المواضيع في موضوع الريزيفر كاركترايزيشن اند جيوموديلينج. الاسبوع الاخير يقدم الدكتور ويليام جودي من البرازيل في مدينة ريو دي جانيرو, هو دكتوراه في اختصاص الريزيفر كاركترايزيشن من جامعة ريو دي جانيرو, وحاليا يشتغل كبرنسبال ريزيفر انجينيرينج في هالبرتون. زين, هسه نتحدث عن موضوع الريزيفر مانجمنت. اوكي, فقط اشوف الشات. جيد. يقول Petroleum Reservoir Management is a dynamic process that recognizes the uncertainties in reservoir performance. شنو معنى الـ uncertainty؟ كمصطلح uncertainty اللي موجود في مفهوم الإدارة المكمنية واللي موجود في مجمل الحياة العامة خصوصا موضوع الصناعة النفطية, الانسرتينتي موجود. الانسرتينتي هو معناه بالعربي عدم الثقة, زين, وبالتالي هو ريسك. يعني من تكون انت عندك عدم ثقة في الداتا اللي تشتغل عليها راح يكون making a decision in a risk, ما راح تقدر تكون متأكد من النتائج اللي تطلع عندك, وبالتالي ما راح تكون متأكد من القرار اللي تتخذه في تطوير هذا الحقل أو ذاك. زين, فالانسرتينتيز هي الروح مالت الريزيفر مانجمنت. الريزيفر مانجمنت يقول عملية دينامية تشخص هذه الانسرتينتي, وين في الريزيفر بيرفورمانس, في أدائية المكامن, منين جاي مصادر الانسرتينتي. هي جاية من our inability to fully characterize reservoirs and flow processes. يعني عدم قدرتنا في الحصول على full reservoir characterization راح يكون هو المصدر الرئيسي للـ uncertainty. منين جاي؟ شنو سبب عدم وجود full reservoir characterization او عدم تحقيق full reservoir characterization واللي هو يكون السبب الرئيسي للـ uncertainty؟ شنو الاسباب الرئيسيه وراء هذا؟ الاسباب الرئيسيه متعلقه في الداتا, بالدرجه الاساس في الداتا.
يعني مثل ما تعرفون انه الداتا اللي موجوده اللي نحصلها من المكمن المين سورس اوف داتا من الويلز، الكور هي من الويلز والويل لوجينج هي من الويلز، وبعض السايزميك من البور هول سايزميك من داخل الويلز، الويل تيست كذلك من الويلز، فكل شيء نحصله من المكمن من الويلز. اوكي، فبالتالي هذه الداتا بها انسرتينتي. مين جاي الانسرتينتي؟ مثلا الكور داتا، انا من الكور داتا اطلع تو تايبس اوف باراميترز، عندي روتين كور اناليسز اللي اطلع من عندها بوروسيتي وبيرمابوليتي، وعندي سبيشال كور اناليسز اللي اطلع من عندها ريليتيف بيرمابوليتي وكابيلاري بريشر، طبعا كله بالمختبر. ف الكور داتا ما تستخرج من داخل اثناء عمليات الحفر، ما تستخرج لكل عمق المكمن لكل الثيكنس اوف ريزرفوار، تستخرج ل سبيسيفيك ديبث انترفل، واحيانا تطلع مشوهه فبالتالي غير صالحه للعمل المختبري. فاذا كان الثيكنس للريزرفوار مالتنا 80 متر، لعله فقط 10 متر راح نقدر نحصل كور زين، فبالتالي راح يكون عندنا 70 متر كورلس، فراح تلجأ الى طرق احصائيه او طرق يعني طرق اخرى، طرق معينه، طرق جيولوجيه conceptual or analogs، حتى تقدر تطلع الكور measurements record لل 70 متر المتبقيه. فهذا اكبر سورس للانسرتينتي، يعني صار عندك. عفوا دكتور، ممكن سؤال؟ تفضل دكتور. على اي اساس يختارون المناطق اللي ياخذون منها كور؟ يعني على يعني على شنو يعني يعتمدون مثلا هاي المنطقه اخذ منها كور وهاي المنطقه ما اخذ؟ يعني حسب البور هول لوجز اللي تعطينا تقييم اولي عن المكمن، تعطينا تقييم اولي عن المناطق اللي بيها ممكن بيها هيدروكربون سواء كان نفط او غاز، فيركزون للحصول الكور عليها. يعني هذا المبدا الرئيسي. لكن يعني دكتور يعتمد على اللوجز؟ اي طبعا، البور هول اللوجز اللي يكون اثناء عمليات الحفر زين. تمام تمام، هو البور هول. كذلك اكو تقييم اولي، تقييم مسبق عن المكمن ككل زين. ف عندنا ميسنج داتا بالسورس اوف كورس، الكورس قلنا فقط للليميتد انترفل. الكور من ياخذوها ويستخدمون بها بالمختبر ويقيسون منها البوروستي والبيرموبيليتي، اكو هوايه مصادر للخطا. يعني ايرور سورسز جايه من الخطا في الجهاز نفسه. يعني اكو اكثر من تجربه يطلع منها البوروستي، يحقنون اير انجكشن او يحقنون ميركوري او شوف شني من طرق اخرى للقياس، فكل طريقه مختلفه عن الثانيه زين، ودقة الطريقة وتطور الطريقة راح تعطيني قيم مختلفة زين، فبالتالي راح يكون حسب الجهاز أو حسب الطريقة زين. فهذا سورس آخر، سورس آخر للداتا للإرر. السورس الآخر المتعلق بيمن، متعلق موجود بالويل لوكس. اللوكس ممكن أن تقيس لي البوروسيتي لكن ما تقيس البيرمابوليتي. جوز اكو لوكس حديثة مثلا يسوي لها انتجريشن او يسوي لها كوريليشن معينة يطلعون منها البيرمابوليتي، لكن اندايركت ميجرمنتس، فبالتالي راح يكون بيها شو اسمه، يكون بيها نسبة ايرور، فزيد عندي الانسرتينتي. اوكي، الويل تيست هو اوثق طريقه او اوثق تولز نحصل من عندها البيرمابوليتي خصوصا بالنسبه للريزرفوار. السورس الاكبر في هذا المجال، السورس الاكبر في هذا المجال للانسرتينتي متعلق بالسكيلز، سكيلز اوف لوج اوف كور، سكيلز اوف لوج، سكيل اوف سايزميك اند ويل تيست. العفو دكتور. نعم. بالنسبة للبرمابولت اللي نحصلها من الويل تيست هي تكون على شكل أفرج، يعني مو تنطينا قيم للانترفل كله. هي طبعا راح تكون أفرج
ما راح تعطيني للسبيسيفيك انترفلز اللي نشتغل عليها، راح تعطيني مثلا لكل طبقه. يعني ما راح يكون انديكيتر انه قياساتي بالمختبر صحيحه او لا؟ لا لا ماكو مقارنه. هسه انا فقط خل اكمل مساله السكيلز. اوكي. السكيلز بالنسبه للكور تعرفون الكور الابعاد مالته فيو انش، فبالتالي انا من اجي اقيس بورست وبيرمبل بناء على الكور السبيسيفيك انترفل اللي هو مثلا نص فيت، زين راح هذه قيمه البيرمبلتي تعكس لي فقط ميديوم اوف فيو انش 1 اور 2 اور 3 انش، زين ما راح يعكس لي مساحه كبيره انه هذه المساحه الكبيره او هذا الحجم المكملي انه البيرمبلتي كذا، لا راح يطلعها لي قيمه واحده لمكان صغير جدا اللي هو فيو انش. اما الويل لوكس يعطيني اياها فيو فيت، يعني الويف اللي تدخل في داخل الفورميشن في داخل الريزرفرز وتسجل الريكوردز راح ما تمتد الى عده امتار، تمتد يجوز الى متر متر ونص. زين هنا اختلاف بالسكيلز بين البوروستي اللي حصلناها من الكور والبوروستي اللي حصلناها من اللوكس، زين وكذلك البيرمابيلتي. فهذا هذا الاختلاف بين السكيلز يجب ان يعالج، يجب ان يصير كوركشن للداتا نحصلها من الكور، نسوي لها كوركشن لللوج سكيل وبعدين من اللوج سكيل للريزيفر سكيلز. فهذا هو انا اعتبره اكبر سورس اوف انسرتينتي بالنسبه في هذا الموضوع، واللي هو مؤثر فعليا. طبعا الانسرتينتي هنا يعني نسبه الايرور اللي موجوده في الداتا هي تراكميه، يعني انت اشتغال هذا جاي نحكي على البتروفيزيكس، اذا اريد نسوي انتجريشن للسايزميك، سايزميك فيري لو ريزوليوشن اوتبوت يعطينا من اطلع البوروسيتي من السايزميك فيري لو ريزوليوشن. ليش؟ لانه احنا جاي نخلي مثلا سورس اوف ويف، زين راح نحصل داتا عن مجمل المكمن بالكيلومترات، فما راح تكون دقيقه الصوره، ما راح تكون هاي ريزوليوشن من ما انت تجي تاخذ الكور وتفصله وتسوي عليه اللاب اكسبيرمنت. زين فعندنا الداتا تراكميه من تجي تبني الموديل الجيولوجي، طبعا البتروفيزيكال انتربريتيشن بها سورس اخر اوف داتا. من تبني الموديل الجيولوجي تحدد نمبر اوف جريدز، عدد الابار الموجوده، يعني انت لعله احنا اشتغلنا لبئر واحد في كومك سورس اوف داتا، ماذا لو كان عندي انا 100 بير في المكمن في الحقل مالتي وعندي الداتا توفره لبئرين، الكور موجوده لبئرين فقط، طبعا لانه هي مكلفه جدا فبالتالي ما يسووها لكل الابار، بدل من ذلك يسوون ويلوك لكل الابار، فموجود عندي لبئرين لكن انا عندي 100 بير فلازم اسوي كورليشن على البئرين وعممه على باقي الابار كلها. هذا سورس اخر اوف داتا، حصلت بيانات او داتا لكل الابار لكن انا المكمن مالتي المسافه لعله بين كل بئر وبئر 5 متر، هذه ال 5 متر في كل متر او في كل فيت انا لازم اخلي داتا، اذا لازم اعتمد على ايجاد فت علاقه ان سبيس حتى اطلع الداتا في كل المكمن، وهذا سورس اخر للانسرتينتي. وبنيت الموديل الجيولوجي وصار هاي ريزوليوشن وبعدين سويت اب سكيلينج، قللت الريزوليوشن مالته الى العشر او الى الواحد الى 20، هذا سورس اخر اوف انسرتينتي. فهذه الانسرتينتي تاثر على القرار، تاثر على ادائيه المكمن ككل، وبالتالي تاثر على الفيلد ديفلوبمنت. ما راح يكون عندي قرار موثوق. زين شلون نتخلص من التأثير السلبي للانسرتينتي؟ عن طريق الريزيفر مانجمنت. يقول الريزيفر مانجمنت بالنقطة الثانية seeks to mitigate هو تقليل التأثير السلبي المن the effect of these uncertainties، يصير تقليل التأثير السلبي للانسرتينتيز by شلون optimizing reservoir performance through a systematic application of integrated and multidisciplinary technologies. يعني
حتى نقلل التأثير السلبي للأنسرتينتي الموجودة في الريزوار كاركترايزيشن، يجب نقلل تأثيرها على الريزوار بيرفورمانس وبالتالي على الفيلد ديفلوبمنت ديسيشن لتطوير الحقل. يجب أن نعتمد مبدأ الأوبتمايزيشن ريدكشن أوبتمايزيشن الريزوار بيرفورمانس أوبتمايزيشن. شلون يصير هذا الأوبتمايزيشن؟ يصير systematic application of multidisciplinary technologies. خلنا نروح للنقطة الرابعة. شنو multidisciplinary technology؟ Reservoir management uses elements of geology. يعني مثل ما شفنا أنه أكو معلومات جيولوجية نحتاجها في الدراسة المدنية أو في المدينة المدنية. Geophysics كذلك seismic. البتروفيزيكس المثال اللي حكينا عليه كور. بتروليوم انجينيرينج. كمبيوتر ساينس. كل هذه الاليمنتس اوف ريزرفر مانجمنت يجب ان تعمل ان سيستماتيك ابليكيشن. يعني تعمل اوفيس واحده يصير ساينرجي بتوين ذيم حتى الكل يشارك في اتخاذ القرار وبالتالي يقل تأثير الانسرتينتي. شنو يشتغلون؟ To predict and manage the recovery of hydrocarbon from subsurface reservoirs. ناش يقول reservoir management addresses reservoir operation and control it as a system rather than as a set of disconnected functions. يعني يتم التعامل مع العمليات المكمنية المتعلقة في كل مجمل موضوع الريزرفر كاركترايزيشن والريزرفر سيموليشن as a system. التعامل معه مو بشكل منفصل لكل جوب. يعني يقول هي strategy of applying multiple technologies هذه التكنولوجيز in an optimal way to achieve synergy. Synergy هو مشاركة العقول والأفكار. يعني فيما معناه انه العمل على موضوع الاداره المكمنيه كمجمل كملخص يتم من خلال تشكيل تيم متعدد الاختصاصات من الجيولوجيست البتروفيزيست والريزرفر انجينير الدرولينج انجينير وبرودكشن انجينير زين اضافه الى باقي الاختصاصات السانده مثل الستاتستكس والكمبيوتر ساينس والايكونوميكس الايكونوميست وتعامل مع المكمن او مع المشروع كله كبروجكت. يعني مو يصير كل قسم يشتغل وحده مثل ما موجود في المنطقه الوطنيه وماكو ترابط بين هذه الاقسام. يجب ان يكون مشروع بروجكت اوف ريزرفر مانجمنت ويكون تيم للبروجكت متعدد الاختصاصات، فبالتالي راح كل الاختصاصات تنتج نتيجه واحده لتقليل الانسرتينتي وبالتالي تعطينا تقليل الريسك في موضوع الريزرفر مانجمنت او في موضوع الفلو بروسيسز والريزرفر بيرفورمانس. هذه الفكره الرئيسيه. بروجكت تيمز اوف ديفرنت ديسيبلينز زين والكل يشتغلون سوا ساينرجي والتعامل مال مع الموضوع ارت سيستم مو جوبس منفصله. فهسا عرفنا من هذه السلايدز انه الريزرفر كاركترايزيشن هي تكون مصدر سورس كبير للايرور وبالتالي للانسرتينتي اللي يعمل الريزرفر على تقليلها وتقليل التاثير السلبي لها. ايش وقت نحتاج الريزرفر مانجمنت؟ زين مثل ما تعرفون انه حياه المكمن فتره حياه المكمن تبدا من الاكسبلوريشن مرحلة الاكتشاف discovery بعدين مرحلة الديلانيشن هي تمثيل المكمن ورسم الخرائط الكنتورية وتوزيع الخواص زين واللي هي هنا في مرحلة بناء الموديل الجيولوجي ومن ثم المكمن الديفلوبمنت مرحلة التطوير من يتم حفر آبار تطويرية ويبدأ الإنتاج. والإنتاج طبعا يبدأ في مرحلة الإنتاج الأولي والثانوي والثالثي زين يسموها primary secondary tertiary secondary IOR و tertiary يسموها EOR oil recovery and enhanced oil recovery. وبعدين تجي مرحلة الابandonment
من يكون الانتاج نوت ايكونوميكال زين، فبالتالي ما راح يطلع ربح فيضطرون الى يغلقون المكمن. الريسيفر مانجمنت والريسيفر كاركترايزيشن في كل مراحل عمر المكمن ليس فقط في بدايه اكتشافه زين. ما اعرف اكو اختصاصات غير اختصاص هندسه النفط والجيولوجي مسجلين على الكورس، هل واضح عندكم موضوع البرايمري والسكندري والتيرشري وبرودكشن او ريكفري؟ يعني على السريع موضوع البرايمري من نعتمد على الناتشورال فورسز اوف الموجوده في المكمن للانتاج مثل الجرافيتي فورسز كابيلر فورسز اكوفر فورسز زين، فينتج المكمن بدون اي مساعده خارجيه. لكن بمرور الوقت وكثره الانتاج راح يفضل ضغط المكمن، نضطر الى حقن فلويدز معينه كان يكون ووتر حتى نزيد في ضغط المكمن، وبالتالي الووتر يصير في اسفل المكمن ويصعد النفط الى الاعلى بفعل الدنسيتي جرافيتي سيجريجيشن فيصير الانتاج. لكن بمرور الزمن يعني من يتم الحقل ل 10 20 سنه احيانا تتغير بعض خواص الروك فلويد بروبرتيز ويصير انت تنتج ماء، واحيانا يوصل انتاج الماء الى 90% قل انتاج النفط، فلازم توقف هذه المرحله وتعبر الى مرحله التيرشري الانهانس اويل ريكفري. فبدل ان تحقن ماء ممكن تحقن غاز بوليمرز كيميكالز اي سولفنت معينه اي سولفنت اخرى تحقنها حتى تعالج في خواص المكمن وبالتالي تزيد انتاج النفط زين. هنا فقط خلاصه عن موضوع الريسيفر مانجمنت، يقول ريكوايرز synergized multidisciplinary efforts. synergized قلنا يعني جهود متعددة الاختصاصات وتعمل تجمع زين. addressed by team of engineers, geologists, geophysicists, field operations to attain better understanding of the practical approach. هذا بالنسبة للreservoir management. عندنا هنا ورك فلو اوف ريزيفر مانجمنت ديسيشن، يعني يتهيأ للبعض مثلا انه ريزيفر مانجمنت هو موضوع اداري بحت، هو الصراحه ايديولوجي اوف مواضيع اداريه كل السؤال. اوكي فقط اللي عنده سؤال ممكن يسوي انميوت ويحكي. فالريسيفر مانجمنت هي مواضيع اداريه وفنيه مترابطه في موضوع اداره مكامن لحقول النفط والغاز. فالورك فلو الكلي لهذا الموضوع للريسيفر كاركترايزيشن في الريسيفر مانجمنت يبدا من مرحله الداتا اللي تحدثنا عليها في اول سلايدز. الداتا تشمل عندي ستاتيك داتا ودايناميك داتا، تختلف هذه الداتا ويختلف هذا التصنيف باختلاف السورسز اوف داتا. عندنا داتا تاتي من الجيولوجي نستفاد منها بالجيولوجيكال موديلنج مثل من مثل فيشز زين. الجيوفيزيكس تحتاجها بالجيوفيزيكال موديلنج، من الجيوفيزيكس نطلع ال 3D سايزميك ممكن نطلع بوروسيتي. الجيوكيمستري هنا ليس في المكامن التقليديه العراقيه نحتاجها، غالبا يحتاجوها بالجيوثيرمال ريزيفرز يعني المكامن المائيه اللي يحقنون بها تمبريتشر هيت حتى يصير توليد للطاقه الكهربائيه زين. عندنا بتروفيزيكس هو صلب الشغل بتروفيزيكس اللي متعلق بالبوروسيتي والبيرموبيليتي. طبعا الجيوكيمستري موجود كذلك بالهيفي اويل ريزرفرز من يكون حقن تمبريتشر حقن هيت اور ستيم اور هوت ووتر
حتى يقلل لزوجة الهيفي اويل ريزيرفرز، فبالتالي راح يصير تغير كبير كبير بالريليتيف بير موبيليتي والكابلاري بريشر. فيجب ان يكون، ليس يجب وانما يفضل للدقه الاكثر، انه يصير جيوكيمستري او جيوكيميكال موديلنج منفصل حتى يسوي كوانتيفيكيشن لهذا التغير to be included in reservoir modeling. زين. الديناميك انفورميشن جيوميكانكس، من الجيوميكانكس بارامترز ليش اعطاها تصنيف دايناميك؟ لانه احنا مثلا عندنا من ننتج من مكمن معين لفتره طويله جدا في بعض المكامن القريبه من السطح واللي تكون عاده انكونسوليديتد، يعني مو قويه، الصخور مو قويه، راح شنو يصير عندي؟ راح يزداد عندي الاوفر بيردن بريشر. من يزداد الاوفر بيردن راح يقل عندي البور بريشر او الريزيفر بريشر. زين، فبالتالي راح يصير كومباكشن على الريزيفر اللي يتم من عند الانتاج لفترات طويله وهو انكونسوليديتد. فهذا الكومباكشن راح يقلل البيرموبيليتي، بما انه توجد ترابط او علاقه وثيقه بين البوروسيتي والبيرموبيليتي فراح تقل البوروسيتي. فمن تقل البيرموبيليتي هذا ياثر على الانتاج، ياثر على النتائج مالتي كلها، ياثر على الهيستوري ماتشنج، بعدين نحكي على هذا الموضوع يعني. زين، فهذه جيوميكانيكال بارامترز من الستريس والسترين واليونغ موديلز، فهي مو موضوعنا انه نتحدث عليها. عندنا موضوع الفلويد موديلنج اللي هو البي في تي، نطلع بارامترز البي في تي اللي هي تختلف باختلاف الموديل اللي نستخدمه، الموديل المكمني اللي نستخدمه ان كان بلاك اويل كومبوزيشنال اور ثيرمال ثيرموداينامك ريزفر سيموليشن. فتختلف البي في تي، هي اكثرها يعني قيم لزوجه النفط، الفيسكوسيتي والسوليوشن غاز اويل ريشيو والفورميشن فوليوم فاكتور. زين، فلو ميتر سيرفي، عندنا الويل تيست نطلع منها بالدرجه اساس البير موبيليتي والانيشال ريزرفر بريشر. عندنا كذلك التريسر موديلنج. طبعا التريسر كمعلومه هو كيميكالز كومبوننتس اور كيميكالز سولفنتس يتم حقنها في داخل المكمن لتتبع الفلو باثس. مثلا انت تحقن ووتر انجكشن، شنو الهدف؟ الهدف انه انت تريد تزيد الضغط في داخل المكمن وتوجه الانتاج، تزيد الانتاج من ابار انتاج النفط. لكن احيانا تحقن ماء بكميات كبيره لكن ما جاي يصير دعم للانتاج، فتريد تشوف هذا الماء وين جاي يروح. يعني موضوع معقد جدا، فيحقنون تريسرز ويوجهوها انه تدخل من ابار الحقن وتطلع من ابار الانتاج، فيقيسون زمن الوصول زين، ويقدرون يتنبؤون او يسوون كوانتيفيكيشن لموضوع البريشر مينتننس، شنو الاسباب اللي تخلي، هل انه الهيتروجينيتي مؤثره وجاي تخلي يصير ديستراكشنز بالنسبه للبريشر سبورت. زين، عندنا البرودكشن داتا، هي مفيده جدا، يعني هي جوهريه خصوصا في موضوع الريزرفر موديلنج اللي هي البرودكشن اند انجكشن داتا. فانتجريشن لكل هذه الداتا راح يتم ببناء الموديل الجيولوجي، والموديل الجيولوجي كمعلومه اوليه ب 5 مين بارامترز. منو يعرف الفايف مين بارامترز اللي يصير اوتبوت من الموديل الجيولوجي؟ منو يقدر يحكيها؟ الامير الو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم دكتور. فايف مين بارامترز اوف جيولوجيكال موديلنج دكتور، انيشال اويل ان بليس، اي هذا يعني هيدروكربون فوليوم، بعدين هذا لا اقصد البارامترز مالته الانيشال اويل ان بليس اعتمد على مجموعه من البارامترز. نعم، فشنو البارامترز اللي هي اوتبوت من الموديل الجيولوجي؟ يعني معادله الانيشال اويل ان بليس الفوليومتريك ايكويشن شنو بيها؟ دكتور يعني المساحه اللي ممكن من يعني مساحه المكمن، الثيكنس، الساتوريشن. اوكي، فهو اول بارامتر من الموديل الجيولوجي هو البوروسيتي. نعم زين، بعدين البيرموبيليتي.
بعدين الثيكنس اللي موجود بالفوليمتريك اكويشن. زين بعد شنو عندنا؟ عندنا عمق المكمن توب يسمونه، من السطح الى توب اوف ذا ريزرفوار. والبارامتر الخامس وهو الاهم واللي يسيطر على كل البارامترز البقيه هو الفيشز. زين فايف مين بارامترز ار اوتبوت اوف ذا جيو موديلنج هي بوروسيتي، بيرمابيليتي، فيشز، ثيكنس اند ديبث. زين فهذا مثل ما قلت بالبدايه هذا يكون فيري هاي ريزوليوشنز لانه يتقسم الى بيكسلز اور جريد سيلز. الجريد سيلز يكون ابعادها قليله جدا فبالتالي عددها كبير جدا. زين موديل بهذه الضخامه ما ممكن تتعامل معه بالموديل المكمني، راح يصير حجمه اضعاف لانه راح تضيف له برودكشن. زين فراح تزداد عندي تايم ستيبس، يعني مواضيع لعله دقيقه، لكن اذا عندك اي سؤال تقدر تسال عليها ولو هي مو موضوعنا هسه، لكن المواضيع مترابطه كلها. فالموديل ضخم جدا لازم تقلل الوضوح مالته، يعني اذا عندي مثلا مليون جريد تحولهن الى 10,000 جريد، كل مجموعه سواء متجاوره تاخذ لها افريج وبالتالي تقلل نمبر اوف جريد سيلز. زين فيصير عندي الموديل المكمني واللي هو مثل ما قلت اما بلاك اويل ثيرمال اور كومبوزيشنال، وبعدين اسوي هذا الموديل، بنيت الموديل انا مالتي. هذا الموديل الهدف من عنده هو محاكاة لما يجري في داخل المكمن، يعني من اسمه simulation، محاكاة أو تمثيل للفلويد فلو بروسيسز through بورس ميديا. لكن هذا الموديل اللي بنيته أنا mathematical ونيوميريكال وصار عندي ككمبيوتر كود بالحاسبة، هذا هل فعلا يحاكي المكمن؟ هل فعلا إذا استخدمه لحساب معدلات الإنتاج قبل 20 سنة وقارنها مع المقاسة عندي قبل 20 سنة راح تطلع صحيحة؟ او هل انه هيستوري؟ نعم دكتور اذا سمحت عندي سؤال على اكو طريقه كيو سي اعرف بيها اذا قسمت حجم الجريد يعني يعطيني اب سكيل مضبوط او لا؟ اكو طريقه طبعا اكو طريقه ثلاث طرق بصراحه فاليديشن تولز يعني في فاليديشن تولز اللي اعرف من خلالها ايش قد اقدر اقلل الريزوليوشنز. يعني انا عندي مثلا 2 مليون جريدز زين اوكي الدايمنشن لكل جريد 50 متر في 50 متر اوكي ايش قد اكبره 100 في 100 200 في 200 500 في 500 شلون؟ زين اكو فاليديشن تولز. الفاليديشن تولز اول شيء يقول اذا كان اكو ديفورميشن، يعني انا الجريد عندي هو كيوب راح يكون مكعب، اذا تغير شكله صار بي ديفورميشن ادنى ديفورميشن ما مقبول هذا الشيء. يعني اذا سويته من 50 50 راسا سويته 200 في 200 صار عندي ديفورميشن، لا ارجع اسوي 100 في 100 أو 150 في 150. دكتور شو تقصد بالديفورميشن؟ ديفورميشن تشوه، يعني شكله مكعب صار عندي مائل مثلا أو صار عندي شكله مو مكعب. زين أنا شلون أعرفه صار بي ديفورميشن أو لا؟ أكو فشي اسمه سيل إن أوت. سيل إن أوت يحسب الديفورميشن، يجب أن تطلع القيمة صفر. زين موجودة حتى بالبترول. تقدرين تحسبيها بالبترول. واكو سيل انجل، انحراف السيل يجب ان يكون الانحراف اقل من 15% من الفيرتيكال. زين واكو تول ثالثه التول الثالثه هي البلك فوليوم، يجب ان لا يتغير بشكل كبير، لكن ما اتذكر الرينج صراحه. فهي اكو 3 فاليديشن تولز تقدر تتحقق من عندها. اوكي شكرا دكتور. انا اسوي هيستوري ماتشنج حتى اعرف انه هذا الموديل المكمني مالتي فعلا يحاكي ما موجود اصلا في داخل المكمن.
من سويت هيستوري ماتشنج بعدين اقدر اتنبأ بالسلوك المستقبلي لهذا الحقل، مثلا اريد اسوي ووتر انجكشن غاز انجكشن او اي شيء زين، وبالتالي اوصل الى ريزرفر مانجمنت ديسيجن. اكو اي سؤال على هذا الكلام لحد الان بالنسبه لباقي الاختصاصات؟ اكو اي سؤال؟ رجاء لا حد يتحرج يعني. اوكي الكل ميوت الظاهر ماكو سؤال. هسه نجي الى موضوع الريزرفر كاركترايزيشن بشيء من التفصيل واللي هو اساس في هذا الكورس. في البدايه definition of reservoir characterization اوكي بولستر يعني احد الباحثين على هذا الموضوع يقول الريزرفر كاركترايزيشن is a process of describing a hydrocarbon reservoir. طبعا احنا احتارينا بالبدايه من بالاعلان مال الكورس هل هو توصيف المكمن او وصف المكمن او شنو معنى الكاركترايزيشن. هو ديسكرايبنج وصف المكمن وتمثيله زين. وصفه شلون in terms of the parameters in a numerical way زين. So its performance can be predicted. يعني يتم وصف كامل للمكمن in terms of its parameter main parameters اللي هي porosity, permeability, phases in a numerical way in order for the reservoir performance to be predicted. Lake and Carroll. Lake هو Larry Lake البروفيسور العالمي المشهور في جامعة تكساس أوستن اللي هو متعدد الاختصاصات. طبعا هو يشتغل بالreservoir characterization, geostatistics, enhanced oil recovery عنده موسوعة كاملة كتب الـ SPE monographs اللي تطبعها الـ SPE في موضوع الـ EOR الـ Handbook of Petroleum Engineering. ليري ليك لا زال يعني لا زال موجود ويدرس زين. شو يقول؟ يقول reservoir characterization is a process of quantitatively assigning reservoir properties, recognizing geological information and uncertainties and spatial variability. هنا هذا التعريف يوقفنا في هواي امور بصراحه. يعني التعريف الاول معتبر لكن التعريف الثاني يعني يتوسع الى عده مجالات. فقط كنظره على هذا التعريف الطرق الكونفنشنال في الريزرفر كاركترايزيشن هي اكثرها طرق انالوجز. يعني خلي اعبر عنها اكثرها طرق تقليديه او اكثرها طرق بدائيه في الريزرفر كاركترايزيشن. شلون؟ انا من اجي اريد اوزع البوروسيتي على كل المكمن سابقا قبل لا يدخل السوفت ويرز سابقا يرسمون خرائط كونتوريه باي هاند زين. واعتقد اذا درستوا بالنسبه للجيولوجي والبتروليوم انجينيرنج وبعض الاختصاصات اذا درستوا موضوع السب سيرفيس جيولوجي كلاس اعتقد يطوا مرحله ثالثه راح بي بعض البروجكت رسم خرائط كونتوريه باي هاند. هذه الطريقة الانالوج البدائية في موضوع الريزرفر كاركترايزيشن زين. لكن الشيء الحديث اللي دخل في توزيع الخواص هو موضوع الجيوستاتستكس زين. الجيوستاتستكس هو advanced tool, the most advanced tools of reservoir characterization. طبعا الموضوع معقد جدا وما موجودة المادة في هذا الكورس يعني يحتاج لها كورس of 6 أشهر بشكل يومي يعني سمستر كامل موضوع الجيوستاتستكس. ف من يقول سبيشال فيرابيليتي حتى يقدر يسوي كوانتيفيكيشن اوف سبيشال فيرابيليتي ويقيم الانسرتينتي فبالتالي يلجأ الى الجيوستاتستكس زين. وهو طبعا ليري ليك يدرس جيوستاتستكس كان مرحله ثالثه في جامعه تكساس اوستن. Okay, Ole, reservoir characterization is a holistic multidisciplinary process
يعني عملية متعددة للاختصاصات وشاملة وتركز على فهم الريزيفر بروبرتيز. زين، شو وقت نحتاج الريزيفر كاركترايزيشن؟ احنا حكينا بالبداية على الريزيفر مانجمنت، وقلنا الريزيفر مانجمنت في كل عمر المكمن من الاكسبلوريشن الى الاباندونمنت. هنا الريزيفر كاركترايزيشن هل هي متعلقة فقط في بداية اكتشاف المكمن من نجي نوزع الخواص؟ لو ممكن ان تستمر في كل عمر المكمن حتى في مرحلة الانتاج الاولي والثانوي والثالثي. سؤال هذا من يجاوب عليه؟ مستمرة دكتور، هي لازم الموديل ابديت دائما، قد ما تجيني احصل معلومات جديدة لازم اسوي ابديت على يعني الموديل اللي عندي، بحيث انا اذا ما عندي معلومات كافية حتى الخطة اللي اسويها للتطوير تكون اقل شيء يعني 5 سنين، واستمر ابديت. صحيح، تجيني يعني معلومات من الاوار الجديدة حفر. صحيح، هنا واضح يعني قدامكم نفس الكلام. As more data becomes available the model should be updated. زين، يعني انا هسه بنيت الموديل الجيولوجي باعتماد على 10 ابار، اكتشفت المكمن وحفرت بئرين. زين، من اريد احفر بئر ثالث، طبعا بئرين اخذ من عندي مثلا 6 اشهر او 3 اشهر، من اريد احفر بئر ثالث انا المفروض ابني موديل واحاول استكشف شيء من هذه البئرين واحاول احفر بئر ثالث قريب عليهم بالاعتماد على الموديل الاولي مارتي. فهذا الموديل الدرجة الدقه مالته خلينا نقول 10%. عفوا دكتور، من احفر 100 بئر اخر دكتور واثق يجب ان احدثه. تفضل. منو دكتور واثق؟ لا تسمعني في راسي يا تفضل دكتور. حضرتك يعني اكدت على قضيه ان الابديت بالمعلومات مستمر، وعطيت مثال يعني ولو قدكم ما كملت بعدك انه يعني احفر بئرين واكمل حسب المعلومات اللي تجيني، قد يكون البئر الثالث تغير الخطه. هل انه بالموديل اللي اسويه الافضل انه من احفر البئر واغلقه، لو احفر البئر وابقى مستمر بالعمليات مالت حسب البيانات الاوليه من حيث صنع المحطات والمعدات اللي تعالج النفط بعد استخراجه؟ فهل انه انا استمر حسب المعدات وابني محطاتي، لو لا انتظر لحد ما تكتمل البيانات المحدثه مالتي؟ اول شيء الابار ما تغلق، يعني تبقى الابار تنتج، لانه الانتاج المستمر هو continuous collection of data, dynamic data. زين، فتبقى الآبار منتجة، ومن أحفر بئر ثالث وبئر رابع وبئر خامس إلى 10 إلى 100، كل ما أحصل داتا المفروض في الشغل الأوبتيمال واي، يعني الطريقة الأيديال، إنه كل الداتا تحدث يوم بيوم. يعني هاي حالة أنا شفتها في شيل في مجنون. مجنون عندهم البترال اللي هو البترال سوفتوير لبناء الموديل الجيولوجي، واللي ربطوا مع الإكليبس ويشتغل موديل مكمني كذلك. البترال موجود عندهم بالأوفيس، يشتغلون عليه الريزيفر إنجينيرز والجيولوجيست، وموجود عندهم بالويل بالرق. أي داتا يحصلوها يغذوها بالرق، فبالتالي تتغذى عندهم داتا مانجمنت متطورة، تتغذى مباشرة للإنجينيرز أو للستاف الموجود بالأوفيس. زين، فالتحديث عندهم يومي. زين، كل ما يحصلون داتا يدخلوها، يحفرون بئر جديد، يدخلون الابعاد مالته، فبين بالمليل انه اكو بئر جديد اضيف. زين، اتحدث شنو عند البتروفيزيست، بداوا يشتغلون ويسوون انتربريتيشن. زين، وبالتالي الاوتكم اوف بتروفيزيكال انتربريتيشن راح يدخل انبوت بالموديل الجيولوجي وهكذا. فالتحديث مستمر والانتاج يبقى مستمر. اما بالنسبه للسيرفيس فاسيليتيز، هو يتم تخمين اولي حسب رايي من يحسبون مثلا او يقدرون الانيشال اويل ان بليس ويتوقعون الريكفري فاكتور، فبالتالي راح يشوفون هذا المكمن بفتره انتاج معينه ايش قد راح ينتج، او ايش قد راح ينتج من نكمل الخطه التطويريه الكامله لمده 5 أو 10 سنوات، كم بئر نحقن وايش قد راح ننتج. فيتم بناء
يتم بناء المحطات السطحية على هذا الأساس. يعني ما تبنى محطة سطحية لاستيعاب فقط بئر واحد أو بئرين أو ثلاثة، تكون محطة سطحية ضخمة زين لمعالجة العقل على المدى الطويل وليس على المدى القصير. العفو أستاذ، إذا ممكن عندي مداخلة في هالموضوع. بالضبط أستاذ، مثل ما قلت، هو سؤال الأخ يقول يعني أنا من أخلص حفر الآبار وأخذ معي داتا وأسوي أبديت للموديل، الأفضل أسدها أو أخليها تنتج وبعد يعني تستمر إذا أجتني بيانات جديدة؟ الصور هاي يعتمد على سياسة الإنتاج. يعني أنا اشتغلت بحقل، كانوا مجرد يردون يدرسونه ويسوون خطة دراسة إلى والإنتاج وراء 5 سنوات. وهذا الحقل اقترحوا هم الشركة الأوبريتر يسووا له بايلوت برودكشن، يعني حتى بدون ما حسبوا إيش قد كمية الإنتاج، إذا حفروا الآبار المقررة بالخطة التطويرية قالوا بس هذين الآبار 9 و10 نقدر نسوي لهن يعني بايلوت برودكشن، يعني شلون محطة بس متنقلة وننتج من عندهن ونشوف السيرفيس فاسيليتيز مالتنا وبعدين نوضع الخطة التطويرية ونخلي البيرمننت فاسيليتيز. يعني اكو اوبشن، يعني هي هذه حالة خاصة وليس حالة عامة. انا احكي بشكل عام، يعني احنا ما نتناول كل الحالات، فبشكل عام انه هسه مثلا الناس تجي تاخذ الرميلة، انا الرميلة عفت قبل لا اسافر الى خارج الى امريكا، عفت بي الابار ما اعرف اعتقد 200 بير زين، وكانت الخطة الأولية يوصل خلال 3-4 سنوات إلى 1000 بئر يحفرون زين. فالخطة الأيديال إنه يتم حفر آبار كثيرة زين، وأكو هواية طرق وطرق متقدمة في موضوع كيفية حفر آبار جديدة يسموها infill drilling or infill optimization of infill well locations زين. بالضبط صح. الأيديال إنه زيادة عدد الآبار وبالتالي زيادة الإنتاج زين، ومن ثم زيادة الإنكم. يعني دكتور شكرا على الإجابة، هو حقيقة كان مغزى السؤال، لأنه في حضورنا مرة في بوسطن في أمريكا وكانوا هم يشتغلون على موديل، وحقيقة يعني اشتغلنا عليه معهم طبعا نظريا اشتغلنا عليه. وين بوسطن، في بوسطن في أمريكا. فكان الشغل اللي موجود في وقتها دكتورنا العزيز انه هم يشتغلون على اساس يحددون 2 عمل، وخلال هاي 2 يعني يقيسون بالداتا اللي توفر عندهم خلال 2 الامكانيات مال هذه الريزرفور الموجود، وعلى اساس هذا الشيء بعد 2 بعد يبدي العمل بحيث ينصبون حتى يعني المحطات الانتاجيه اللي موجوده عندهم اللي هي سميتها حضرتك السيرفيس فاسيلتيز. يعني هو قد يكون يعني حسب وضعية الشركة المنتجة أو وضعية السياسة الموجودة ويتم اتخاذ القرار. شكرا دكتور، شكرا جزيلا. أوكي دكتور، بالنسبة للوال سبيسينج شلون أحدده؟ على أي أساس؟ والله الوال سبيسينج هواي أكو أساسات إليه يعني. إذا عندك بيبر أو فتشي تقدر تدزنا يا المادة هاي. أكو شو اسمه، أكو ويبينار نشرناه قبل يومين راح يقدمه بروفيسور جون لي. أها حلو. زين على هذا الموضوع، لكن في الانكونفيشنال ريزيفرز. زين. آه. أعتقد ضروري تحضري. إن شاء الله. فقط شوي أطلب منك ثواني يعني. على راحتك دكتور، ما عندك الا العافيه ان شاء الله. العافيه. بس على راحتك دكتور على مداخله بالنسبه للاخ اللي يشتغل على الديتا مال بامريكا، هو عاده يعني او اغلب العقود اللي سامحها ما اعرف اذا كان صح او خطا، انا حاليا اشتغل برق على 10 على نفط ذيقار. في البداية وزارتنا تسوي عقد استكشافي اللي هو إذا كان المكمن مو كلش ضخم 3 آبار، فهنا هنا بحالته كان 3 آبار. هاي 3 آبار
يعني انت تاخذ كور بيها بتروفيزست ويل تيست، تاخذ كل الداتا الممكنه تسوي جيولوجيكال موديل. وراها الوزاره يعني ينطون مثلا اويل ريبليس، يعطون جيولوجيكال موديل يعني مبدئي، وحتى يسوي الابديت ويسوي الدايناميك موديل. بعدين الوزاره توقع عقد يسمونه تقييمي، يحفرون هسه هنا المكمن قلت لك صغير، حفرنا 3 الاستكشافي وبعدين تقييمي 6 فصار 9. هم نفس الشيء بتروفيزست كور ويل تيستينج داتا، ويقدمون الخطه التطويريه، وعلى اساس هذه الوزاره وشركتنا تشوف هاي الخطه التطويريه ايش كم بير يحفر، شنو الانتاج، شنو السيرفيس فاسيليتيز، وتتوقع العقد التطويري اللي هو يكون طويل المدى. استاذ اذا تسمح لي انا من فضيقار واشتغل بالرقعه العاشره، اولا الموديل الجيولوجي اللي تقدم من الشركه الروسيه كان اصلا هو بالنوع على معلومات الآبار مال غرب القرن 2، فأبد ما كان بي معلومات للثلاث آبار الأولى. أنا قبل لا أروح إجازة دراسية يعني حضرت وياهم اجتماع آخر شيء كان بداية شغلهم، يعني اللي هو الحد لما حفر السبعة، حفر أريدو 7، فما ما بنى الموديل الجيولوجي على أساس ثلاث آبار. وعفوا يعني عفوا لكم، الحقيقه التجربه اللي حبيت اشاركها معاكم بخصوص يعني الخطه والسنتين وغيرها هي يعني فاتني ان اذكر، انا اعتذر، هي كانت على الانكونفنشنال ويلز. يعني هم تعرفين في عفوا يعني عفوا في هم انتقلوا الى الانكونفنشنال ويلز، ولذلك حقيقه انا هواي اشجع يعني اخواني انتم خصوصا المهندسين اللي يعني تختصون بهذا المجال، مجال الـ يعني تصاميم الآبار وأخذ المعلومات. أرجوكم يعني حاولوا تشجعون وزارة النفط، هي وزارتنا إن شاء الله، بس حاولوا تشجعون مسؤولينكم، حاولوا تشجعون الوضع بشكل كامل يعني على الانتقال إلى يعني عمليات الانكونفنشنال. هذه التقنية كلش عالية وكلش مهمة وتغطي الكثير من الأمور. أستاذ إحنا الغاز اللي قاعد يطلع عن المصاحب ينحرق، عشان نسوي بالانكونفنشنال؟ يعني احنا هسه الغاز المصاحب ما مستغلي، وبالاضافه الى ذلك يعني استاذ الحقول الغازيه اصلا ما محفوره لحد الان، بالاضافه لذلك الريزرفوار ماتنا يعني حاليا هنا اغلبه مشرف، احنا دخلنا باليمامه فنوعا ما تقدر تعتبره ان كونفنشنال لانه البرموبيلتيز قليله وبيها هواي امور، بس احنا يعني كونفنشنال ريزرفوار يعتبر المشرف ودا يشتغلون عليه. وملاحظة 6 بالنسبة للجيولوجيكال موديل، احنا ممكن نقدر نحكي خاصة اني احمد صاحب علوان، فبليش احنا نريد نشدد البقية. بالنسبة للموديل مال الاريدو انا هم كنت حاضر وياهم ومهندس موقعي، اخذوا البتروفيزيس والكور ديتا من اريدو 1 و2 و3، بس بعض الاسمشن والبرامتر صحيح من وزقهم اللي توتفقوا عارش اوكي نتناقش بعليه. أرجوكم أخواني، إحنا كل إحنا نريد هدف وزيادة الإنتاج، إحنا ما نخلي عذر إنه الآن الغاز جاي يحرق وبالتالي إحنا ما نطلع إنتاج أزيد. ليش ما نخلي حكومتنا ونخلي وزارتنا ونخلي ناسنا كلهم على علم إنه إحنا قادرين على الإنتاج أكثر، ولذلك هم المفروض يفكرون بطرق أكثر لاستغلال الغاز. أنا أحاجيكم من غاز البصرة، وبكل الأحوال يعني أعتقد إحنا متأخرين في وصف الوصول للهدف المرجو اللي هو أن نوصل إلى معالجة 2400 مقمق، لكن إذا وصلنا إلى مرحلة لحوالي 1000 مقمق، إحنا حاليا 900 و850 مقمق باليوم طبعا، إذا وصلنا ل1000 صدقوني الغاز اللي موجود بالحقول لن يكفي، قد تتفاجئون بس هاي الحقيقة. يعني إحنا قاعد نتكلم عن غاز يأتي إلى وحداتنا الحالية اللي نعالجها وننتج من عندها الغاز السائل والغاز دراي غاز وغيره، فبالتالي راح يجي وقت احنا ما راح تكفي حقولنا بالحاليه المنتجه اعطانا الغاز، فصدقوني سياتي وقت احنا نحتاج الانكونفنشنال تكنيكال. انا اسف، شكرا للجميع، واعتقد احنا اخذنا وقت كثير من الاخرين. بالنسبه الى مساله بناء الموديل الجيولوجي على بئر او بئرين، انا كنت في اللجنه الفنيه العليا لتطوير حقل غرب القرن 2 مع شركه لوكويل،
فبنوا الموديل الجيولوجي على بئر واحد. زين هذا الحكي بال 2010. استاذ نفس الشيء هنا بقال 10 هملك اويل او اول موديل بنوا على اول بئر صحيح. اي بئر واحد واعترضنا احنا وقلنا حتى السايزميك ما كان موجود يعني السورسز مال داتا ماكو. لكن قالوا لا خيار امامنا لازم نبدي وكل ما نحصل ابار نحدثها. زين فإذا نرجع حس المواضيع المختلفة اللي تدخل أستاذ فراس بعدين أعلق على النقطة مالتك بالأخير إن شاء الله. المواضيع اللي تدخل في موضوع الريزفر كاركترايزيشن مثل ما قلت سابقا هي نفسها في موضوع الموديل الجيولوجي أو في موضوع الإدارة المكملية. نحتاج بالدرجة الأساس بتروفيزيكس جيولوجي وجيوفيزيكس. حاجتنا لهذه الاختصاصات هو حاجتنا للداتا الأوتكم اللي تجي من عندها. مثل ما قلنا شنو نحصل من الجيوفيزيكس من السايزميك من الجيولوجي الفيشز الستركتشرال موديلينج الستراتيغرافيك موديلينج الهورايزن موديلينج من الجيولوجي. البتروفيزيكس هي البوروسيتي والبيرموبيليتي والانيشال ووتر ساتوريشن النت بي الريزفر انجينيرينج كل متعلقات الريزفر انجينيرينج باراميترز اوتبوت اوف جيو موديلينج اضافه الى البرودكشن هيستوري كله اللي نحتاجه بالريزفر كاركترايزيشن. زين ماثماتكس ضروري جدا طبعا لعله هذا التقسيم قديم الستاتستكس او جيو ستاتستكس فشي جدا مهم وجوهري. طبعا الجيو ستاتستكس هو التول الاحدث في موضوع بناء الموديل الجيولوجي وتوزيع الخواص in space. شون احنا قلنا داتا نحصلها من الآبار ونجي نقسم المكمن الى grid cells. grid cells لعله 10 متر في 10 متر او 20 او 50 في 50. في كل grid cells أو الآبار الموجودة راح يكون كل بئر في grid cells واحد أو لكل grid cells يوجد بئر واحد فقط. زين إذا المسافة بين الآبار 400-500 متر بين كل بئر في الحقل وأنا لهذا البئر أو ذاك البئر مخلي grid cells مالته 50 متر معناها وكان عندي number of grid cells مليون فرضا وعندي فقط 100 بئر معناه ال grid cells اللي ما بيها information كم عددها؟ عندي مليون grid cells وعندي 100 بئر وكل بئر يحتل grid cells واحد معناه ال grid cells اللي ما بيها data ما بيها information ما بيها wells هي مليون ماينص 100 مليون تقريبا مليون ماينص 100. هاي المليون ماينس 100 أنا أريد أملي بيها الداتا أريد أغذيها بالداتا بوروسيتي وبيرموبيليتي وفيشز امتداد الفيشز الشانلز كلها زين وثيكنس وأشتو شلون بالخريطة الكنتورية اللي أخلي كنتور ماب أو كنتور لاين بأي جريد سيلس يمر ياخذ قيمته. هذه الطريقة البدائية لو أكو في الطريقة حديثة تحافظ لي على الستركتشر أوف ذا ريزرفر تحافظ لي على امتداد الفيشز امتداد الشانلز الشيل الشيل بادي والساند شانل. فيجب ان نلجا الى الجيوستاتستكس. زين الجيوستاتستكس هو الطريقه المثلى لتحقيق سبيشال فيرابيليتي اوف بتروفيزيكال بارامتر زين وبالتالي نحافظ على الهيتروجينيتي اوف ذا ريزرفر يعني يصير تمثيل حقيقي الى المكمن. زين
ان شاء الله احنا اكو عندنا كذا سوينا سابقا كورسات على البترول بالتعاون مع اتفاق برجر وكان كورسيا نظريا نفس ستراكشر مال هذا الكورس هو شغل جيوستاتستكس نظري وبعدين تطبيق عملي. يعني اكثر مع الاسف في كل شركات النفط الوطنيه العراقيه وبما فيها الاجنبيه في العراق يشتغلون على البترول في بناء الموديل الجيولوجي كجيم انبوت اوتبوت، ما حد يعرف اساسيات الالجوريثمز الجيوستاتستيكال الجوريثمز. ليش قلت انا حتى الاجنبيه؟ لان الاجنبيه اللي يشتغلون على هذا الشيء ليس مهندسين نفط، والجيوستاتستكس طورت من قبل مهندسين مناجم، وطور علم الجيوستاتستكس من مهندسين نفط من جورج ماثيرون فرنسي ومن اندري جورنال امريكي في جامعه ستانفورد. طور علم الجيوستاتستكس في خصوص هندسه النفط وهندسه المكامن. زين، فاكثر اليوزرز ما هم ملم بهذا الالغوريثم او ذاك، وليش نختار هذا ونختار ذاك، شنو الفرق، ومن هو يعطينا اكثر دقه، وشلون اعرف انه الموديل مالتي صحيح. زين، فالموضوع معقد في حد ذاته. دكتور، هو الجيوستاتستيكال يعني اختصاص statistical، يعني بحيث انت قد عندك معلومات اذا راندوم، اذا عندك يعني بالتوزيع ايضا علاقتها، فاتصور يعني لازم يعني دراسه يعني تخصص بهذا المجال. الستاتستكس هو ليس اساس الجيوستاتستكس ليس الاساس الكل. يعني انا لحد الان انا يعني ما فاهمه يعني جيوستاتستيكال شنو معناها، يعني انت ايش تقصد بها؟ الالجوريثم اللي نستخدمها مثل سيكوينشال وغيره، غاوسيان او شنو تقصد بها؟ لا شلون دكتور؟ فقط تعقيبا على نقطتك، الاساس الجيوستاتستكس ليس علم الستاتستكس. احنا عندنا في الريزرفر كاركترايزيشن تو مين جوبز. الاول انا اريد اسوي اعمم الداتا مالتي من الابار اللي بيها كور لوج الى الابار اللي بيها لوج بدون كور. لازم اسوي كورليشن بين الويل واللوج واطلع معادلات، وهاي المعادلات اطبقها في باقي الابار واحسب الكور داتا بدلاله اللوج. هاي العملية يسموها مالتي فايرت ستاتستيكال اناليسيس. هاي منو يشتغل عليها؟ الستاتستكس اللي حكيتي عنه، قسم الستاتستكس. بحيث انا من قبل لا ادرس الجيو ستاتستكس اللي هو سبيشال ستاتستكس وليس مالتي فايرت، اخذت كورس ريجريشن اناليسيس في قسم الستاتستكس هناك بامريكا. وبعدين اي بالضبط، لان انت لازم تعرف مثلا اذا عندك هل قد عدد من الداتا، ايش قد ايش تستخدم وياهن الطريقه على مود تطلع التوزيع مالتها مضبوط وتعطيك نتيجه مضبوطه. اي، فقلت لك كاساس اللي تاخذ، اخذت انا قلت لك الريجريشن اناليسيس كورس مال بي اتش دي، واخذت كورسين مال بي اتش دي 4 كريديت اورز اكسبيرمنتال ستاتستكس 1 اند 2، وبعدين اكو كورس اخر ادفانس ستاتستيكال موديلنج. زين، اي هو لازم تخصص. بعدين اخذت ماينر بي، فهاي كلها اساسيات لفهم الجيوستاتستكس. من رحت للجيوستاتستكس كان الشيء مختلف كليا، الاساس صحيح هذا كان ضروري، لكن الجيوستاتستكس هو سبيشال ستاتستكس كريجينج. والكريجينج قال ليش قلت طوروها مهندسين مناجم؟ الكريجينج نسبه الى العالم دانيال كرينج اللي طور، اللي هو صاحب الجيوستاتستكس. هذا يشتغلون في مناجم الذهب في جنوب افريقيا، هو جنوب افريقي في ساوث افريكا، فدرس او طور في الطريقه يقدر يتنبأ بها باماكن تواجد الذهب من خلال البيرمابوليتي. كذلك هي جريان، يعني من يكون تحت طبقه حراره عاليه يكون سائل، فاماكن تواجده. زين، فطور هذه الطريقه، وبعدين اخذها جورج ماثيرون الفرنسي اعتقد من اي اف بي، وبعدين اخذها جورنال من جامعه ستانفورد وطورت بهذا الشكل. فالاساس مالته هو مهندس مناجم وليس ستاتستيشن. زين، فهي تحتاج لها عده علوم لفهمها. زين، اي صحيح.
بعض الكلام كان ضمن اللي موجود في هذه السلايدز حكينا عنه ضمن قلنا wells provide most of the information for reservoir characterization and simulation. يعني كل الداتا اللي نحصلها هي من ال wells, سواء كان core, well log, well test, هي كلها من ال well. زين. The application of geostatistical techniques and the scale up of geo information to a manageable size dataset helps bridge the dimension gap between wells and the field. شلون؟ موضوع آخر وتطبيق آخر للجيوستاتستيكال تولز هو أنه الـ scale correction from core to log to reservoir scale. يعني أنا قلت لكم أنه البير موبيلتي تقاس من الكور few inch ومن الويل البوروسيتي من الويل لوجز few feet. زين؟ لكن الويل تيست few meters تدخل توصل للار اي. كذلك سايزميك من كل المكمن. فلازم يصير انتجريشن لكل هذه الداتا من السورسز المختلفه. شلون يصير انتجريشن؟ شلون يصير بريدج ذا دايمنشن جاب؟ يعني انتجريشن او كوركشن للسكيل اللي هو الدايمنشن جاب باستخدام موضوع جيوستاتستكس. سوي ستاتستيكال الجوريثمز او ستاتستيكال ريجريشن موديلينج. The accurate simulation of historical and forecast field development controls the success of field development. هنا أنا the accurate متعلق بالuncertainty متعلق بالdata error أو بالsource of error بالنسبة للdata مالتي. من أسيطر أنا عليها بشكل كلي راح تكون هي تتحكم في نجاح خطط التطوير. زين. ولهذا إحنا نحتاج يقول requires a thorough knowledge of the reservoir حتى أنا أقدر أقلل التأثير السلبي للأنسرتينتي الموجودة مالتي وبالتالي راح يصير عندي accurate decision making بالنسبة للfield development. كذلك تم الحديث عن هذه الساينس يقول reservoir characterization integration of geophysical geological and reservoir engineering data. زين. ويتم في كل مراحل عمر المكمن. زين. في مرحلة الانتاج الاولي لازم اسوي reservoir characterization واحسب الreserves او الانيشال اويل ان بليس. لانه قلنا معادلة الانيشال اويل ان بليس تعتمد على الreservoir characterization او على البارامترز of petrophysics and geology. اللي هي thickness of the reservoir, bulk volume, pore volume, يعني porosity, إضافة إلى saturations. فمن دون هذه البارامترز ما راح يصير عندي تقييم للمكمن. زين. Reservoir characterization first involves the integration of a vast amount of data. هذا حكينا عن الداتا اللي نحصلها من seismic, geophysical logs, and geological samples or core samples. زين. طبعا السورس الاخر للداتا اضافه الى الكور واللوج والسايزميك والويل تيست السورس الاخر يسموه الاوتكروب. الاوتكروب هو من تجي انت عينا يعني بالفيجن مالتك تشوف سفح المكمن وتشوف المكمن عن قرب يعني تلمسه لمس اليد وتشوف طبيعه الصخور وتقدر تاخذ لها صور وتسوي لها تحليل او تاخذ من عندها سامبلز وتروح للمختبر تقطعها براحتك. زين. فهذا يسموه الاوتكروب. اعتقد المحاضر الثالث راح يركز على الاوتكروب. زين. يعني انا اتذكر الاوتكروب اللي شفته اول اوتكروب كانت عندنا سفره علميه ضمن مؤتمر الاي اي جي اي يوروبيان اسوشيشن اوف جيو ساينتست اند انجينيرز. كنا بال 2013 كانت في لندن. فاخذونا سفره الى اوتكروب في جنوب غرب بريطانيا اللي هي صايره على المحيط الاطلسي فكان سفح جبل. زين. فقال البروفيسور كان ويانا تو بروفيسورز فروم امبريال كوليدج. فالبروفيسور قال هذا مكمن موجود منتج في امريكا في بريطانيا وممتد الى هذه الجهه. زين. وهذا تقدر انت تشوف الثكنس مالته شلون عالي وتشوف الصخور مالته. زين. هذا كان ساندستون. وكذلك كانت اكو سفره في 2018 يمكن 2018 اي بكاليفورنيا
أخذون جماعة من شفرون إلى كاربونيت ريزيفر. يعني مثل ما تعرفون الكاربونيت ريزيفر بناتشورال فراكشرز يعني بتشقق أصلي موجود به. فالتشقق ما نعرف إحنا إيش كبره، هل هو تشقق إيش قد الدايمينشنز مالته، إيش قد السكيل مالته، كبير صغير، هل هو بالسنتيمترات، هل هو بالأمتار. فهو بالحقيقة بالسنتيمترات، فشفنا أنه التشقق اللي موجود في المكمن، صورة أنا ما أخذها يعني بالموبايل موجودة. فهذا يسموه الأوتكروب. فشلون نستفاد من الأوتكروب وناخذ أوتبوت ونستفاد من عدة في دعم الموديل الجيولوجي ورصانته ودقته. العفو أستاذ، بس سؤال. تفضل. هو الأوتكروب أنا يعني جاي أجي أشوف شيء فيجوال يعني بالعين او مثلا بالكاميرا، بس يعني كريال ديتا او اوتبوت ادخلها بالموديل اني يعني شو تمثل، شو تكون مثلا اكثر شيء بالاوتبوت؟ الفيشز يعني يستفادون من الاوتكروب لاين، ياخذون فت تصور عن الفيشز. مثلا كمثال توضيح بغير الموضوع، الماء بالبحر احيانا تشوف اكو يقول مرج البحرين يلتقيان، تجي انت تشوف التقاء نهرين لكن اكو حد فاصل، فتاخذ انت فكره عن هذا الحد الفاصل. من يكون عندي مالتي فيشز موجود في الريزيفار، فانت بالاوتكروب راح تجي تقدر تشوف الدستينج، يسوي ديستينجويش بين ذا تو فيشز. من الاوتكروب تقدر تاخذ فت انديكيتر على امتداد الفيشز، زين امتداد الشانلز بالنسبه للساند والشيل اور شيلي ساندز، تقدر تاخذها فتاخذ صوره اوضح عنها. زين اعتقد كذلك تقدر تاخذ سامبلز. زين يعني هي الاوتكروب يزيد النولج مالتك في التحكم بالداتا، يعني تتعامل انت مع داتا ماخوذه من ريزيفر عمقه 3000 متر، ما تعرف هذه الداتا شلون صارت، ما تعرف شكل المكمن. الاوتكروب راح يجيب لك المكمن يخليه بيدك، تشوفه وتلمسه بيدك، فراح يصير عندك تصور بالتعامل مع الداتا فيزيد النولج، ولهذا احيانا يسموه انالوج. اوكي، هاي الميجا سكيلز والمايكرو سكيلز، الميكروسكوبيك سكيلز، الميزوسكوبيك سكيلز موجودة في الجزء الأخير من المحاضرة إذا لحقنا، يعني يأثر لي على مشاكل. يقول reconciling porosity and bare mobility data from log and core، شلون تقدر تسوي correlation between the two sources of bare mobility log and core. يعني يتحكم أو يتحدث عن السكيلز المختلفة، من قلنا few inches بالنسبة للكور و few feet بالنسبة لللوج. بعدنا في الانفورميشن for reservoir characterization. فالداتا اللي حكينا عنها عندنا الكور سامبلز، هذا هو الكور، وعندنا كور بلاك. احيانا من يطلع مشوه ياخذون من عده يقسمون، ياخذون كور بلاك وتجري عليه التجارب. عندنا الويل لوجز، عندنا الويل تيست. البور هول سايزميك من يصير الريسيفرز اوف ويفز في داخل المكمن. وعندنا هذا هو الاوتكروب، هذا شوف شكل المكمن، شوف الفيشز مالته. زين فتجي انت من تجي الى السفح مالته، من يكون وادي او بحر مثل ما كان في جنوب غرب بريطانيا كان بحر. زين وهذا المكمن كلش عالي، طبعا عالي تقريبا بالخمسين متر، فانت شوف شوف تغير، شوف الفيشز مالته شلون متغيره. زين تاخذ فكره تاخذ فكره عن الديبوزيشنال انفايرمنت، السيرفس سايزميك وتحليلها والانتجريشن للداتا كلها. هذه السلايدز شاملة لكل الداتا في موضوع الريزيفر كاركترايزيشن والريزيفر موديلينج. زين
يعني هذا الدايجرام شارح الموضوع ويسهل الموضوع على الكثير، يسهل الكثير على الكثير من اليوزرز. شنو موجود عندي بي؟ موجود عندي داتا سورس، حكينا عن الداتا ناخذها من الكور والويل تيست واللوج والسايزميك. بعدين عندي مرحلة الداتا اناليسز اند ريزلتنج بارامترز. انا من السايزميك اقدر اطلع depth to the top of the reservoir، فبالتالي ابني structural map او يسموها topographic map. فالstructural map هي function of reservoir depth، فاطلع من السايزميك. زين شلون اطلعها؟ من تجي الويف تدخل الى داخل المكمن، تصطدم في سطح المكمن وترجع الى الريسيفرز، فراح احدد من عده ويفز احدد عمق هذا المكمن، اطلع من عده structural map. زين كذلك الستركتشرال ماب اقدر احصلها من الويل لوجز، ينزل ويطلع لي هو عمق المكمن والثيكنس لكل طبقه، فاقدر ارسم من عده ستركتشرال ماب، فاقدر اسوي ويل كورليشن واطلع الستركتشرال ماب. من الويل لوجز شنو اطلع؟ بتروفيزيكال ايفالويشن شنو البارامترز اللي اطلعها من الويل لوجز؟ فيشز ممكن، بوروسيتي، فلويد ساتوريشن. زين البوروسيتي اكو تاير دايركت ويل لوكس تعطيني البوروسيتي مثل دنسيتي لوكس نيوترون لوكس، تفصيلها موجود في البتروفيزيكس، فراح اطلع من عند البوروسيتي. الفيشز كذلك، الفيشز بعض اللوكس الحديثه ممكن تعطيني فيشز، لكن اكو اندايركت ويل لوكس تعطيني فيشز مثل جاما راي. الجاما راي الهاي جاما راي تعطيني تعكس لي شيل، اللو جاما راي تعكس لي ساند. الهيدروكربون الفلويد ساتوريشنز اكو واللوكس اقدر اطلع من عندها الفلويد ساتوريشن حسب معادله ارتشي. زين الريزستيفيتي، من الريزستيفيتي اقدر احدد اماكن تواجد الهيدروكربون. زين هاي ريزستيفيتي يعني لو كوندكتيفيتي معناه اويل، لو ريزستيفيتي High conductivity معناه water، فهنا يصير عندي تقييم للمكمن. بالنسبة للبوروسيتي زين أو بالنسبة للبيرمابوليتي منين أقدر أحصلها؟ أحصلها من الكور. الكور أكو two types of analysis، routine core analysis اللي تعطيني بوروسيتي وبيرمابوليتي، وعندي special core analysis تعطيني capillary pressure، relative permeability، rock compressibility. زين هنا انا مخلي لي الاستيميتد بيرموبيليتي مخليها من ضمن الكور والويل تيست، يعني محوطها بهذا اللاين الاخضر، اللي انه يقول لك البيرموبيليتي ما تقدر تحصلها من اللوكس. حتى الان ام ار اللوج الحديثه نيوكليير ماجنتيك لوج هذا ما يطلع لي البيرمابلتي بشكل مباشر، طلعها عن طريق كورليشنز، فهو فتشي مو مباشر، مو مباشر. بعدين اجي للويل تيست، من الويل تيست اقدر اطلع البي في تي داتا اللي هي اويل فورميشن فوليوم فاكتور، يسموه بي او اور بي جي. زين اطلع السوليوشن غاز اويل ريشيو ار اس، واطلع كذلك الاويل فيسكوسيتي. زين عندي برودكشن اند بريشر داتا، زين اقدر اطلعها من الويل تيست او اعتمد عليها من الويل تيست، باعتبار الويل تيست بي درو داون وبي بولد اب اللي هو كله فانكشن اوف فلو اند بريشر. اقدر اطلع انيشال ريزرفر بريشر، فلو كاباسيتي، سكن فاكتور، برودكتيفيتي اندكس. من الفيرتيكال فلو ان ويلز راح يدخل الويل موديلنج. الويل موديلنج موضوع شائك جدا، زين وموضوع يعتمد على الجريان من داخل المكمن الى الويل بور ريجنز الى اعلى المكمن الى السبريتورز، فهذا السيستم الكلي هو يسموه ويل هيدروليكس اور ويل موديلنج. وهذا الويل موديلنج راح نبدا به ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاحد في كورس البرودكشن سيستم اناليسيس باستخدام برنامج البايبس. زين هو نفس ال في ال بي؟ بي ال بي شنو يعني بي ال بي؟ Vertical lifting performance.
بي وليس بي، توقعت بي. الفيرتيكال لفتنج بيرفورمانس راح يصير من ضمنها، وبالخصوص بالنسبه للغاز ليفتنج اما يعتمد على الفيرتيكال. فانتجريشن لكل هذه الداتا، نجي الى مرحله الموديل الجيولوجي. انتجريشن لهذه الداتا يعطيني الموديل الجيولوجي. الموديل الجيولوجي هنا قلنا هاي ريزوليوشن اذا تتذكرون زين، فلازم اسوي له ابو سكيلينجز واطلع السيموليشن موديل. هنا عندي 3.4 مليون جريدز، بعد الابو سكيلينج صار عندي 300 الف جريد سيلز، قل الريزوليوشن. فشنو احسب للموديل؟ احسب الانيشال اويل ان بليس. دكتور بس استفسار على شنو معنى الريزوليوشن؟ انت هسه مثلا بالسايزميك الريزوليوشن عنده اذا يقدر يميز فيتشر الريزوليوشن يسميها ريزوليوشن. الريزوليوشن هنا الريزوليوشن شنو تقصد بيه بالموديل الجيولوجي؟ ها هسه بعيدا عن الموديل الجيولوجي، الصور القديمه هسه الشخصية القديمة تكون مو واضحة. ليش؟ very low resolution، دقة مالتها وضوحها جدا قليل. لكن الكاميرات الحديثة 48 بيكسل أو ميجا بيكسل راح تعطيني number of grid cells أو number of pixels كلش قليل، يعني كلش دقيق. فبالتالي الصور تصير صور كلش واضحة. نفس الشيء الموديل ها دقة المعالجة يعني. اي من يكون الموديل الجيولوجي very high number of grid cells راح يكون very high resolution. اي اكيد لان زين راح يكون وضوح مالته شو اسمه يعني معدوم، مو معدوم يعني يعني الفاين موديل والكورس موديل تقصد؟ الفاين هو high resolution والكورس هو اي صح. اوكي هنا اكو فت ملاحظه جدا مهمه ضروري تعرفوها ولو هي مو من ضمن هذا الكورس لكن كلش مفيده. انا بالريسيفر مانجمنت اريد اقيم الانسرتينتي، اريد اتخلص من عندها. ليش؟ لان هي جايه من ايرور في كل الداتا، في مجمل الداتا اكيوموليتيف ايرور، في كل خطوات بناء الموديل الجيولوجي المكمني موجود ايرور. اوكي ف من يكون عندي انسرتينتي تكون عندي ايرور كبير، هل من المعقول انا ابني موديل واحد واحسب منه الانيشال اويل ان بليس وبالتالي اتنبأ بسلوك المكمن لعشرين سنه واوضع خطه تطويريه بناء على موديل بانسرتينتي عاليه حتى وان حصلت هيستوري ماتشنج؟ طبعا هذا الشيء معتمد في كل شركات النفط الوطني. هل من الصحيح؟ لا طبعا، لا خطأ. ليش؟ لان انا عندي خطأ، شلون راح اكون متأكد؟ انا شلون متأكد من موديل واحد هو الصحيح؟ موديل واحد مستحيل يكون صحيح، لعله هو الخطأ الكلي. فشنو اسوي؟ شو يقول هنا؟ يقول 50 موديلز were constructed with the same statistical condition but different distribution patterns، هنا يسموها realizations of rock properties. يعني انا من الداتا مالتي الاصليه نفسها زين راح انتج عده موديلات، فد 50 موديل 100 موديل زين، هي من الداتا، من الداتا حتى اقدر انا اقيم الانسرتينتي من الداتا مالتي نفسها باستخدام الجيوستاتستكس انتج عده موديلات. حتى بالبترول تقدر تسويها، تسوي 100 موديل يسميها مالتيبل ستوكاستيك ايمجز، multiple stochastic reservoir images or realizations. ليش سماها realization؟ جاية من الرياليتي، كل واحد هو صحيح. ليش؟ يعني جاية من نفس الداتا لكن أنا جاي أغير بالفيروغرام analysis، ما أريد أحكي عليه لأنه هذا موضوع geostatistics ومعقد جدا زين. فراح أسوي 50 realization من البوروسيتي، من الفيشز ومن البوروسيتي ومن البيرمابوليتي ومن النت جروس، 50 realizations. هذه ال 50 realizations من اجي من كل واحد احسب بيها ال initial oil in place راح يصير عندي هذا distribution number of models oil in place، راح يصير عندي normal distribution of values given 50 realizations. من اجي اتنبأ بسلوك المكمن لانتاج المكمن ل 20 سنه قادمه، ما راح يطلع عندي كيرف واحد، راح يطلع عندي 50 كيرف مختلف
ليش؟ لان انا عندي 50 موديل مختلف. زين، فشوف هنا الاويل ريكفري كذلك نورمال ديستريبيوشن، هذا اني اذا اريد اخذ بالسنوات راح يصير عندي، يعني اذا هذا الكيرف بهذا الشكل راح يصير عندي يعني 100 كيرفز مختلفه للانتاج. فشلون انا اخذ منه اللي اخذ الصحيح؟ الفيفتي ريلايزيشنز اقدر استفاد منها بالهيستوري ماتشنج، منو الاقرب الى الريال الى الميجرد اعتمده. زين، لكن انا بالنسبه للفوركاست للبريدكشن اطلع 50 او 100 بريدكشن بيرفورمانس من 2020 الى 2040. اذا موديل واحد يطلع عندي 1 كيرف، اذا 100 موديل 100 كيرف مختلف، منو راح اعتمده؟ شلون اعتمده؟ هنا نجي الى موضوع الانسرتينتي اسسمنت، يدخل بي الستاتستكس بشكل جوهري. لكن شلون اعتمده وشنو فائدته اصلا؟ فائدته الرئيسيه مثل ما قال استاذ فراس، يعني ضروري هذه المفاهيم تدخل في عمل وزاره النفط. شلون؟ يجب ان يكون التيم العراقي مؤهل وفاهم هذه التفاصيل النظريه والعمليه لهذه المواضيع. فلما انا اجي لحق معين اجي اعطيه الى بيبي او الى اكس الموبيل، يجب ان يكون انا سويت له دراسه جيولوجيه ومكمنيه تفصيليه زين، وسويت له بريدكشن وطلعت 100 موديل 100 بريدكشن كيرف، معناه عندي 100 اكيوموليتيف اويل بريدكشن. زين، 100 قيمه للاكيوموليتيف اويل بريدكشن. من يجي ابو بيبي يقول لي انا ايش راح يعطيني هو؟ هو راح يسوي نفس الشغله، راح يطلع 100 موديل، راح يقول لي انا ب 20 سنه راح احصل مثلا 10 بليون ستوك تانك برر. هو شنو اخذ؟ اخذ اللو ريلايزيشن لو الهاي ريلايزيشن؟ اخذ اللو، هو جاي يفاوضني على اللو، يقول لي انا هذا الحقل ب 20 سنه راح اطلع من عنده 10 مليون برميل او 10 مليار برميل فرضا. زين، اخذ على اللو، يفاوضني على اللو، لكن اللو احتمال مو هو اللي راح يطلع صحيح، يجوز الهاي او الميديوم يطلع صحيح، فيكون هو بالسيف سايد يفاوض على السيف سايد، يعني يطلع عروض على اللو يسموه البي 10. لكن الجانب العراقي اللي المفروض مسوي نفس الشيء ما يفاوض على اللو، يفاوض على الهاي، يقول عليه اساس انت تقول هذا الحقل، احنا بدراساتنا وصلنا هذا يطلع لي 20 بليون برميل. فيصير تفاوض بين الجانبين، تفاوض اداري وفني، واحتمال الاثنين، والمفروض الاثنين يوصلون الى الميديوم ويصير اتفاق على الميديوم انه هذا يطلع 15 بليون برر، انت على اساس تفاوضني على 10. لكن هل هذا الشيء صار في عقود التراخيص؟ ما صار وما راح يصير، ولو مو ياهو ليجي ما راح يقدر، لان دخلنا في احتلال اقتصادي مستحيل راح اكو يعني فت خبرات عراقيه، مستحيل راح تقدر تفتهم هذه الكونسبتس، تفتهمها طبعا لكن ما راح يتاح لهم المجال حتى يقدرون يفاوضون الشركات من جديد ويخلصونا من هذه الورطه. هذا طبعا وجهه نظر شخصيه في موضوع التراخيص احتلال اقتصادي. عفوا دكتور، تفضل دكتور. بالنسبه لهاي ال 50 موديل استويها او ال 100 موديل، الاختلاف بيناتهم توزيع الفيشيز والبيتروفيزكس بروبرتيز، مو يعني شيء توزيعها باختلاف الفيروغرام باراميترز، هذا بالجيوستاتستكس ان شاء الله بعدين اذا نقدمك كورس من نغير الفيروغرام باراميترز. الفيروغرام هو يعتمد على بخطوتين، امبيريكال كونستراكشن وفيتنج. الامبيريكال كونستراكشن شيل اوتبوت اللي يطلع عندك، الفيتنج انت باي فيجن، انت بنظرك تجيب الكيرف وتخليه يفت الاوريجينال داتا. من تفت الاوريجينال داتا واختاريت افضل فيت، راح تتحدد عندك عده باراميتر يسموها الرينج والسل زين والنقت. فتقدر تتلاعب في هذه البارامترز زين، وكل ما تغير هذه البارامترز تغيرها ضمن معقول طبعا حسب الماتش الموجود، كل ما تغير يعطيك موديل مختلف، كل ما تغير يعطيك موديل مختلف. فبالبترول تقدر انت تقول له اريد 100 ريلايزيشنز راح يطلع لك 100 موديل، وهو اوتو مانيبيليشن يسوي في الفيروغرام بارامترز.
زين دكتور، بالنسبة لهاي البيروغرام بارامترز يعني لازم أكيد واحد عنده يعني فد معرفة بهاي البارامترز حتى يقدر يتلاعب بيها. طبعاً طبعاً هو لازم تدرس موضوع الجيوستاتستكس كله. تمام أوكي دكتور شكراً. أكو أي سؤال بعد؟ باعتبار بقت لنا 5 دقائق من محاضرة اليوم اللي أنا مخليها تقريباً 30 سلايدز. عفواً احنا هي ان شاء الله مداخله، هو يعني اشكرك على التعقيب اللي حضرتك قلت فيه، لكن انا شويه نوعا ما نحاول نزرع الامل يعني نفوس الجميع ان شاء الله. هو كلامك جدا دقيق انه احنا هو هذا الهدف من طرح الحقيقه المداخله الاولى، انه احنا نفتقد يعني الى في صناع القرار الى المعلوم، وبالتالي هو من حيث يعلم أو لا يعلم جاي يفاوض على قضية هي غير صحيحة. يعني مثل ما حضرتك بالضبط يعني شرحتها بشكل رائع جدا. لذلك احنا نشجع كل شبابنا وكل إخواننا اللي عاملين في القطاع النفطي أنه دائما يعني يأخذ هكذا يعني معلومات، يتعلمها، يتقنها بشكل صحيح، ويبدأ يضع عند صانع القرار المعلومة اللي تفيده. بس احنا ما نريد نقول أنه صانع القرار دائما هو يعني نيجاتيف وما عنده وطنية وغيره وغيره، بس نقول نقص المعلومة، نحاول نحرجه من خلال أن نضع بين إيديه معلومة واضحة حتى من يجي يتفاوض يتفاوض بشكل صحيح. أنا حقيقة بدي أشكرك. صحيح، وهذا الشيء يحتاج جهد بصراحة، يعني يحتاج جهد وإرادة من الإدارة العليا. زين، أنا بصراحة وزير النفط أتأمل بخير إذا قرر يخوض في هذا المجال، منفتح جدا، يعني من كان عندنا في نفط البصرة منفتح جدا على أي مشروع تطويري لعمل الشركة. يعني تعاملت معاه شخصيا في موضوع مدرسة الإدارة المكمنية، حوربت من مجمل مدراء الشركة بما فيهم مدراء هيئات الحقول وأقسام المكامن والجيولوجي، زين، لكن هو سندها إلى النهاية وكملت وتخرجه، و30 مهندس خلينا نقول 20 واحد منهم بنى موديل جيولوجي مكمني من الصفر إلى الواحد. زين، فأكو إن شاء الله لقاء مرتقب ويا راج، هو حملة الشهادات العليا من أمريكا وبريطانيا خصوصا. زين، المهم يعني ضروري هذه المفاهيم تتركز. أكو بعد أي أسئلة أخرى؟ يعني بصراحة هاي السلايدز أنا كلها راح أحولها إلى برينت فورم وكلها تنزل بالجروب، يعني 30 سلايدز ليس فقط الشيء اللي حكينا عنه. أوكي، أقدر أستمر وياكم على السريع أكمل هذا السكشن الجاي اللي هي فقط 6 سلايدز، سكشن مهم يعني، وهو تلخيص تقريبا تلخيص لما حكينا عنه. أنا عندي بتروفيزيكال موديلينج، وعندي جيوفيزيكال موديلينج، وبعدين عندي Characterization Modeling، وبالأخير الجيو موديلينج، ومن ثم الريزيفر موديلينج، فيصير انتجريشن لكل هذه الداتا. فأنا أجي بالبداية أريد أسوي البتروفيزيكال Workflow أو البتروفيزيكال Modeling، شنو أحتاج بالدرجة الأساس، شنو الداتا اللي أحتاجها، زين، أو شنو الأسئلة اللي أريد أسويها Addressing، أريد أجاوبها، أريد أطلع مثلاً نتبه، زين، أريد أطلع الفيشز، زين، هل الداتا موجودة متوفرة؟ شنو الكيو سي مالت الداتا؟ زين، شنو الطرق والتول اللي أقدر أعتمدها في الـ في البتروفيزيكال انتربريتيشن آن موديلينج؟ فالخطوات مالتي اللي أجي أشتغل عليها بالبتروفيزيكال موديلينج، أسوي داتا ريفيو في البداية، زين، أحدد الداتا من السورس مالتها وأسوي لها ريفيو حتى أقدر أشتغل عليها. بعدين QC، أحاول أصحح من الداتا وأشذبها قدر الإمكان، زين، Log Normalization، هذا أحياناً بالستاتستيكس يسوي Normal Distribution لكل بارامترز حتى يقدر يتعامل وياه بشكل سلس. بعدين بتروفيزيكال اناليسيس،
قلنا نطلع الووتر ساتوريشن والبوروسيتي نت بي ايدنتيفيكيشن يسوون فشي اسمه كت اوف ويعزل اماكن الشيل اللي ما بيها جريان وركز فقط على الساند يحدد الفلو يونتس زين يرسم علاقات الفاي والكي بوروسيتي والبير موبيليتي زين وبعدين نوصل الى البتروفيزيكال موديل شنو علاقه عندنا كذلك الجيولوجيكال ورك فلو هنا أنا ما موجود والجيوفيزيكال اللي هو تقريبا يعني اوبشنال في موضوع الموديل الجيولوجي الجيوفيزيكال يعني احيانا ما عندنا سايزميك لا 2D ولا 3D سايزميك فبالتالي ما راح نتوقف على سايزميك حتى ما نبني موديل جيولوجي ممكن نعتمد فقط على البتروفيزيكس من الجيولوجي قلنا عندنا 3 بارامترز thickness of the reservoir عندنا depth of the reservoir وعندنا الفيشز الفيشز مين نحصلها الفيشز نحصلها من اما من الكور ياخذون الكور للمختبر فيجن ويقدر يحدد هل هو هذا ساند اور شيل اور شيل ساند فيقدر يحددها لكل انترفل من نجي احنا نطلع منها البوروسيتي لكل انترفل كذلك نقدر نطلع الفيشز لكل انترفل فالفيشز نحصلها من الكور يسموها ليثوفيشز من من اللوج ممكن تحصل فيشز يسموها الكتروفيشز زين واكو طرق بدائيه وطرق متقدمه البدائيه يقول لك انا اعتمد على الجاما رايد هاي جاما رايد هي تعطيني فيش شيل زين اللو جاما رايد تعطيني ساند فاطلع الكتروفيشز زين فهذه الجيولوجي البتروفيزكس حكينا عنها فيصير انتجريشن لكل هذه الامور كذلك بالنسبه للفيشز انا عندي ها يصير الانتجريشن مالته يعطيني الموديل الجيولوجي ثلاثي الابعاد فشنو اعتمد في بناء الموديل الجيولوجي زين احتاج الى التوبس قلنا احتاج الى التوبس لكل ريزرفر لكل فورميشن وبالتالي راح اطلع الثيكنس زين ريزوليوشن اوف ذا موديلز يجب ان تو بي كونسيدرد الديبوشنال انفايرمنت انا يجب ان اعرف البيئه الترسيبيه البيئه اللي اترسب بها هذا المكمن او ذاك شلون اترسب هل انه كان نهر موجود سابقا قبل ملايين السنين نهر ويجري به الماء مثلا وبالتالي يجري الرمل والمين بودي لحافه النهر او للمين بودي للريزرفر هو شيل واكو عندي حافات النهر ميكس اوف طين يعني شيل هو طين طبعا طين ورمل فيصير ساند وشيل ساندز وشيل او هل هو تربو دايت مثلا او مثلا يعني الحاله الاولى فلوفيال نهري تربو دايت مثلا او تايدال دلتا مثل دلتا النيل او بعض الدلتا الموجوده مثلا في امريكا وفي اماكن مختلفه هل هو دلتايك كان وترسب عليه زين اذا جايين من الخليج بالطائره اكو في منطقه خور الزوير يبين الديبوشنال انفايرمنت لهذه المنطقه كايمج يعني من السبيس يبين على انه فلوفيال ودلتايك بعدين اذا شايفينها احيانا نزلت بالسوشيال ميديا شكل الخور الزبير شلون صاير زين فهو فلوفيال دلتايك زين يقول هل انه الفيشز داتا موجوده عندنا سايزميك لو كالبريشن بوروسيتي بير موبيلتي ريليشن شيبس هذه كلها المفروض ناخذها بنظر الاعتبار فبعدين شنو راح اطلع فول داتا سيت موجوده عندي طلعت الهورايزنز الهورايزنز موديلينج هو الثيكنس مابس لكل لاير زين احدد الفولتس اذا كانت موجوده اسوي 3 دي ستراتيجي جريد كونستراكشنز يعني اسوي 3 دي جريد ديستريبيوشن بعدين سبيشال ستاتستكس اوزع الداتا ان سبيس فيشز ديستريبيوشن بعدين اوزع البوروسيتي والبير موبيلتي جيفن ايتش فيشز اوزعها بالساند طريق بطريقه مختلفه كليا عما في الشيل زين واطلع النت تو جروس استيميشن فبنيت الموديل الجيولوجي الموديل الجيولوجي وين راح يتحول او سكيلينج الى الموديل المكملي شنو راح اضيف بالموديل المكملي اضيف الدايناميك بارامترز فلويد تايبس هل هو اويل ووتر اور اويل ووتر غاز هنا يعتمد على ضغط المكمن اذا كان اكبر من البابل بوينت او اقل من البابل بوينت يعني اذا كان اندر ساتوريتد ريزرفر اور ساتوريتد ريزرفر فلازم احدد الفلويد تايبس اللي بي
هل هو هيفي اويل لايت اويل؟ زين طبعا هنا نرجع للاي بي اي. السكال داتا هل موجوده السكال داتا اللي هي سبيشال كور اناليسز وتاثير الفيش عليها؟ زين الويل تيست الويل كومبليشنز انا اريد البرفوريشن انترفلز احددها لكل الابار لكل في كل المكمن معدلات الانتاج والحقن وضغوط المكمن زين واذا كان حقن ضغوط الحقن زين الفلويد كونتاكتس اويل ووتر كونتاكتس انيشال ووتر ساتوريشن اللي يحتاجه بالموديل المكمني انيشال اويل ووتر غاز زين افكتيف فيرتيكال بيرمابيليتي الفولتس اذا كان موجوده فولتس اذا كان سيلينج يعني اذا كان عندي كونتينوس شيل لايرز موجوده في داخل المكمن بحيث تقسمه او تعزله كلها تاخذ نظر اعتبار اذا كان عندي اكوفر يعني اكو مستودع ماء يحيط في الجزء في الحدود الخارجيه للمكمن وبالتالي توفر دعم كونتينوس سبورتنج اوف بريشر في داخل المكمن وهل هو ما مدى قوته هل هو انفينيت سيمي انفينيت اور فاينايت اكوفر بعدين الجئ الى الهيستوري ماتشنج ومن ثم الى الفوركاست اوبتمايزيشن اند انسرتينتي زين فشنو احتاج اطلع البي في تي فلويد موديلنج من السورس اللي حشينا عنها من السكال اطلع الكابيلار بريتر ريليشن بير موبيليتي زين اسوي اتاكد من الابو سكيلينج سمالتي الكيو سي في كل هذه الخطوات زين الهيستوري ماتشنج وطريقة الهيستوري ماتشنج المفروض ليس بالطريقة التقليدية البدائية وإنما باستخدام الجيو ستاتستيكس أسوي سنسيتيفيتي أناليسز أطلع المين باراميترز إنفلونسينج هيستوري ماتشنج ومن ثم أحذف النن إنفلونشال باراميترز وبعدين أغير في الباراميترز المؤثرة حتى أحصل هيستوري ماتشنج والأفضل يصير عن طريق الريلايزيشنز لا أن أجي أضرب البير موبيليتي والبوروسيتي في فاكتر أو أقسم على فاكتر وإنما أسوي عدة realizations وبالتالي أختار realization اللي يعطيني أقرب matching مع المجرد values. لحد الآن خلصت المحاضرة في هذا الليفل يعني أتمنى أنه صار full coverage كصورة عامة في مجمل مواضيع reservoir characterization كمقدمة من integration للdata, the role of reservoir characterization and reservoir management, فكرة عن the uncertainty assessment ومدى أهميتها في موضوع the field development. المواضيع المتبقية اللي هي أنا خليتها optional إذا صار مجال هي تتحدث عن the heterogeneity. زين تقدر تقراها مشروحة بشكل بسيط الفرق بين الهاي ريزوليوشن جيو موديلينج واللو ريزوليوشن ريزيفر موديلينج شلون ياخذ له مجموعة من الجريد سيلز ياخذها يسوي لها افرجينج ويحولها الى واحد مثل من 9 الى 1 او 27 مكعبة ياخذين كلهم افرج يطلع واحد زين يحوله من جيو موديلينج الى فلو سيميليشن زين الـ skills الـ high resolutions كذلك هنا زين الـ large scale characteristics والـ small scale characteristics of the reservoir كلها تقرأها هنا الـ skills من حكيت عن الـ core few inches والـ resolution من الـ cores الـ logs الـ borehole seismic الـ full seismic هنا من المليمترز إلى عشرات الأمتار لعله توصل كل كيلومترات هاي تقدر تقراها تفتهم الفرق بين السكيلز المختلفة بالنسبة للمكمن الويل تيست هو جيكاسكوبس هاي ريزوليوشن الريزيفر موديل الجريد سيلز ميجاسكوبيك الثين سكشن والكور واللوكس هو مايكروسكوبيكس زين تفصيل آخر على الموضوع وإفكت أوف هيتروجينيتي ليش ندرسها ونهتم بيها زين والتولز فور ريزيفر كاركترايزيشن نختم في هذه السلايدز التولز فور ريزيفر كاركترايزيشنز شنو عندي انا عندي اوتكروب اوتكروب هو دايركت ميجرمنت قلنا نشوف سفح المكمن ويصير عندنا نقدر نطلع ميجرمنت دايركت ميجرمنت اي سكيلز ممكن ناخذ كل السكيلز اللي شفناها ممكن نحصلها من الاوتكروب البرودكشن بيرفورمانس من الويل والفيلد نقدر نطلع فقط اللارج سكيلز
يعني أكثر من 300 متر أو من 30 متر إلى أكثر من 300 متر. ما نقدر نطلع من الويل تيست مايكروسكوبيك سكيل. بعدين عندنا من الريزيفر سايزميك ماب لارج سكيل، اللوجز ميديوم سكيلز. زين زين، عندنا الكور وعندنا الويل تيست. الويل تيست لارج سكيل والكور هو اللو سكيلز مايكروسكوبيك. زين و ماكروسكوبيك. زين references، هاي كلش مهمة المحاضرة هذه الستايلز عن references، يعني ضروري خصوصا بالنسبة للطلاب كreferences يرجعون عليها. الوان بترو هسه صارت بحمد الله أكثر من جامعة بالعراق أو أكثر من قسم هندسة نفط بالعراق عندهم اشتراك مجاني للوان بترو، يقدرون يحملون بحوث. فالوان بترو هي موقع أشرف أو وعده من قبل السوسايتي اوف بتروليوم انجينيرز، لكن بي اكثر من 15 سوسايتي كل مؤتمراتهم مجلاتهم تنزل في موقع الوان بترو، تقدر تحمل من عند البحوث. واذا ما عندك اشتراك مجاني تقدر، اذا عندك ماستر كارد تقدر تشتري اونلاين للبحث. واكو موقع روسي يقدر يحمل لك هذه يفتح هذه المواقع وتحمل اي بحث مجانا، SCI هوب يسموه. زين الموقع الثاني الاهم بتروكي. بتروكي عبارة عن مقالات، مقالات على مواضيع مختلفة في موضوع هندسة في اختصاص هندسة النفط. يعني يجي يسوي لك مقال عن أي مواضيع عن أي موضوع، يجمع من عدة مصادر ويذكر لك المصادر بالأخير، فتلقى المعلومة سلسة واضحة وبشكل مباشر تحصلها، ما تروح تبحث على بحوث حتى تضل تصير عندك صورة واضحة. زين AAB داتا Database من American Association of Petroleum Geologists، هذا بي معلومات عن كل حقول النفط والغاز في العالم. زين إضافة إلى المعلومات الجيولوجية تقدر أنه ترجع للـ AAB Database. Earth Doc هو تابع إلى جمعية الأوروبية للGeoscience والEngineers EAGE European Association of Geoscientists and Engineers. من يكون عندك Membership عندهم أعتقد فري للطلاب. زين ويمكن 50 يورو يوصل للبروفيشنال. فتقدر تدخل اكسس فري اكسس للايرث دوك، هذا عهدي بيهم 2014-15 كان عندي فري اكسس، بعدين ضاع الباسورد وما اتذكر. زين سيج ويكي هنا بالنسبه لمواضيع السايزميك الجيوفيزيكس سوسايتي اوف اكسبلوريشن جيوفيزيست. زين تقدر تطلع من عده هواية اشبه بالبترو ويكي لكن اكثر شيء جيوفيزيكس. ويكيبيديا من الجوجل تقدر تدخل على ويكيبيديا بمواضيع في اختصاص هندسه النفط وما اكثرها. زين فاكو عندكم اي سؤال استفسار دكتور بلا زحمه عليك.